السلام عليكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر، وحلقه جديده نتمنى يستمتعوا معنا بيها ان شاء الله. بالتاكيد حلقه بتيجي في توقيت بعد احتفال النادي الاهلي بالموسم الاستثنائي. موسم بالتاكيد كان الكريزه على تورته الموسم كانت كره القدم، انك تحقق العلامه الكامله، انك تبدا وتحقق بطوله السوبر المحلي مع مدير فني جديد مارسيل كولر، ثم تبدا تاخد خطوات قويه جدا من خلال الموسم بتخليك دايما بتلعب الدوري وانت مستقر على قمه الدوري. ايام بس اللي حصل فيها ان انت رجعت للمركز الثاني ثم عدت مباشره بعد لعب بعض المباريات المؤجله، مش كل المباريات المؤجله، للمركز المفضل المركز الاول. موسم بتتحط فيه في اختبار حقيقي امام فريق الوداد البيضاوي المغربي، وبتقدر تفوز بالتحدي وتقدر تثبت ان لو كان في تكافؤ فرص في الموسم قبل الماضي كنت اكيد ان شاء الله هتبقى بطل البطوله الافريقيه، ولكن رحت ورديت ورديت بعد ما حسست فريق الوداد بالامل ثم انتزعت منه الامل بهدف محمد عبد المنعم. موسم ايضا بعض المنافسين خافوا ان هم يواجهوك واعتذروا عن مواجهتك بحجج واهيه امام السوبر المصري، وجاء منافس اخر عشان يكون وصيفك في مباراه السوبر المصري الثانيه في بطوله كاس مصر. نفس المنافس اللي كان موجود في بطوله السوبر الثانيه تجرع ايضا كاس الهزيمه امامك، وافقدت فرص الحصول على بطولتين في موسم، وحققت انت العلامه الكامله دوري كاس، اثنين سوبر محلي، وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا واداء كاس العالم للانديه. الامر ما كانش كره القدم فقط لا غير، ولكن على مدار على مستوى العاب اخرى، العاب الصالات، فريق اليد بيعود وبيشارك في مونديال الانديه، فريق كره السله بيتالق ويفوز ببطوله افريقيا ويشارك ايضا في مونديال الانديه، فريق الكره الطائره حصل بعض الاهتزاز ومع ذلك قدر يفوز بالبطوله العربيه. بتتكلم عن رجال سيدات، حتى كره الماء اللي كان الدوري غايب عنك حوالي 20 سنه تقدر تستعيد بطوله الدوري وكاس مصر. اعتقد يا فارس موسم وحفله كان اهم حاجه فيها هي الكؤوس. دايما جماهير النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي اسمه مرتبط بالبطوله، اسمه مرتبط بالكؤوس. الهرم اللي كان في احتفال النادي الاهلي بالموسم الاستثنائي هو مؤشر واضح جدا وتعبير ضمني عن النادي الاهلي، هرم مصر الرابع. ودايما احنا هنا بنقول ان النادي الاهلي هو اللي بيحافظ على ماء وجه كره القدم المصريه. ده حقيقي، ما اعظمه من فخر وانت شايف بطولات النادي الاهلي وتتويجاته بالمشهد الرائع اللي كانت ظاهره بيه، وزي ما اسامه بيقول وكانها يعني رمزيه عن ان الاهلي هو هرم مصر الرابع، وده فعلا شيء واقعي وحقيقي. النادي الاهلي كان بيكلل مجهوده، ويمكن احنا خلال الموسم هنا ومع نهايه الموسم تحديدا استعرضنا بطولات النادي الاهلي في مختلف الالعاب 28 بطوله، وقلنا ان ما حققه النادي الاهلي في هذا الموسم هو استثناء تاريخي، وهو الانجح في تاريخ اي نادي مصري والانجح في تاريخ النادي الاهلي. وانا قلت شخصيا يا جماعه ابحثوا ودوروا وحاولوا توثقوا في موسوعة الأرقام القياسية إن لا يوجد نادي في العالم حقق خلال موسم واحد هذا القدر والعدد من البطولات في اللعبات المختلفة. وأنا ما زلت عند رأيي أنا شخصيا بالبحث اللي أنا حاولت أوصله، ما أعرفش نادي آخر قدر يحقق العدد ده من البطولات. مجهود كبير جدا ما جاش من فراغ. يمكن أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تحقق النجاح الغير تدريجي. يعني ايه غير تدريجي؟ يعني انت طبيعي النادي الاهلي لو كان محقق موسم السنه اللي فاتت يعني جيد ولكن مش هو اللي على قدر طموحك، كنت ممكن تقول النجاح الساحق في الموسم اللي يليه هو امر منطقي، ولكن اللي حصل مش امر منطقي لان انت كنت خارج من موسم صفري حتى على مستوى كره القدم تحديدا. يعني كنت خارج من موسم كان فيه فقد بطولة الدوري وبطولة الكاس وخسارة بطولة افريقيا، وبالتالي انت ما حققتش البطولات الثلاثة الكبار بالنسبة لك، ما قدرتش تحقق تتويج بطولة منهم. فالامر برضو في بعض الالعاب الاخرى باستثناء يعني الطائرة كانت جيدة، يمكن الموسم ده هي اللي كان فيها دروب شوية، كان عندك فكرة كرة السلة ماشية بشكل جيد، ولكن هذا الموسم جاء وكأنه استثناء. بس هو الاستثناء اللي لازم تبني عليه، لأن ما تحقق هذا الموسم هو بصراحة
انا بقول لكم خارج المنطق وخارج سياق المنطق ان انت تيجي من بعض الاخفاقات لليس تحقيق نجاح تدريجي بل تحقيق نجاح ساحق. وده معناه ان انت اشتغلت بسرعه واشتغلت بتركيز واشتغلت على اهدافك، ما فضلتش تتخبط، وده كان شيء مهم جدا. عندك أوجاستي في كرة السلة وعندك كولر في كرة القدم وأيضا مدربين كبار في باقي القطاعات، وحققت النجاح اللي أنا بشوفه شيء عظيم جدا. مشهد مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان واقف بيتصور مجتمعا وخلفه البطولات، مشهد الكابتن محمود الخطيب في الصورة اللي انتشرت وخلفه البطولات، كلها مشاهد لها بعد أعمق بكتير جدا من عدد الألقاب، لها بعد أن النادي الأهلي خرج من معارك ضارية ومعارك قوية ومعارك كان ممكن أندية أخرى ما تقدرش تقوم على رجلها بعدها، وخرج النادي الأهلي عشان يقف بالمشهد ده ويرد على الجميع أن سياسة النادي الأهلي لم تكن ضعف، أن فلسفة النادي الأهلي لم تكن ضعف، أن لما كابتن محمود الخطيب قال في يوم لن نتدنى وأن الأهلي ليس بسباب أو لعان وأن هو يثق في القانون، شفنا نهاية المشهد رياضيا بأن أنت حققت كل شيء ومن أساءوا ليك هم اللي كانوا في موقف يعني لا يحسدوا عليه أبدا. ودي رسالة يا أسامة، وأعتقد النادي الأهلي جوه الملعب وبره الملعب وعمل كل حاجة الموسم ده فيها فن الرد يعني بشكلك وبمنهجك وبالحاجة اللي شبه النادي الأهلي. بالتأكيد يا فارس، والأهم كمان وانت بتختم الموسم وده شيء مهم جدا، وانت بتحتفل وانت على القمة انت عارف كويس قوي ان الحفاظ على القمة بالتأكيد أصعب من الوصول إليها، ولكن بتزيد الصعوبات لما بنبدأ نبص شوية كده على الماضي القريب ونبدأ نشوف التغيرات اللي بتحصل في كرة القدم المصرية وفي بعض الأندية واللي النادي الأهلي بيدفع ضريبتها. عشان كده عندنا وقفة مهمة جدا عند كلمة الكابتن محمود الخطيب عن صعوبة القادم، وهنفصص كده بطريقتنا اللي احنا لاحظناه أو شفناه أو ربما يكون ده قصدنا أو ربما يكون ده تخوفنا أيضا مع الكابتن محمود الخطيب، ربما هو يقصد شيء وإحنا نقصد شيء آخر، ولكن خلونا نستمع لجزء من كلمة الكابتن محمود الخطيب عن صعوبة ما هو قادم. الفيديو جاهز يا جماعة. كمان وقبل ما أشكر كل بطل من أبطالنا اللي بنحتفل بيهم، عايزه بالنيابة عن زمايلي في مجلس الإدارة نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي، وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بمناسبة الكلام عن الجمهور، الحقيقة احنا خطبنا اتحاد الكورة من أسبوع تقريبا، وطلبنا منهم يتواصلوا مع الجهات الأمنية علشان يكون الحضور الجماهيري في الموسم الجديد بالسعة الكاملة في كل المباريات، ولكل الأندية في كل المباريات ولكل الأندية. ليه لا؟ وإحنا هنخاطب كمان باقي الاتحادات الرياضية علشان زيادة الحضور الجماهيري في كل اللعبات. والحقيقة الأمن ورجاله المحترمين نجحوا بامتياز في كل التجارب في المواسم اللي فاتت، والأمن يملك من الكفاءة والقدرة على ده، وإحنا بنشكره على كل مساعداته ودوره
الواضح في إقامة كل الأنشطة الرياضية. يا جماعة، الجماهير عنصر أساسي ورئيسي، ولازم الجماهير ترجع بأعلى سعة. والدولة المصرية وكل مؤسساتها الوطنية ما بتتأخرش وبتساعد على ده، بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجهز نفسنا ونرتب كل حاجة صح قبل بداية الموسم الجديد. دايما مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون حريص كل الحرص على جماهير النادي الأهلي. دايما دور جماهير النادي الأهلي كرقم واحد في معادلة بطولات وإنجازات وتاريخ النادي الأهلي موجودة دايما عند مجلس إدارة النادي الأهلي. ولما يتحدث الكابتن محمود الخطيب أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، فهو بيتحدث عن تعامل مباشر وهو لاعب مع جماهير النادي الأهلي، وعارف قد إيه تأثير النادي الأهلي على اللاعبين، فهو جاي من الملعب. عشان كده دايما بنقول إن أكثر الفرق المتضررة لغياب الجماهير أو لانحصار عدد الجماهير في 3000 هو النادي الأهلي. شفنا مشاهد حضرية من جماهير النادي الأهلي في مباريات أفريقية كانت واضحة للجميع، سواء مباراة الهلال السوداني أو حتى النهائي مباراة الوداد البيضاوي المغربي، وقد إيه لعبوا دور إيجابي جدا مع جماهير مع لاعبي النادي الأهلي. لاعبي النادي الأهلي اللي اتحرموا أوقات كتيرة جدا من إنهم يشوفوا المدرجات وهي ممتلئة عن آخرها. أعتقد إحنا قادرين إننا ننظم مباريات ممتلئة عن آخرها، وعودة جماهير النادي الأهلي ده أحد أهم مطالب النادي الأهلي، لدرجة إنه الكابتن بيحتفل وبيقول كلمته بيشير للجهات الأمنية وللخطاب اللي تم إرساله اتحاد كرة القدم المصرية عن ضرورة الاهتمام بدور الجماهير، عشان غياب الجماهير خلى دول أخرى وخلى دوريات أخرى تتحدث عننا بشكل ممكن يكون أساء أو أثار حفيظتنا، وكان حقنا طبعا، ولكن إحنا مش هنعمل التغيرات دي إلا لما يكون على أرض الواقع شكل الجماهير في الاستاد واضح للجميع. وجماهير النادي الأهلي دايما ما بتحتاجش وصاية على النادي الأهلي أو وصية من النادي الأهلي، دايما في ظهره ودايما بتقول على المرة والحلوة معاه. لكن النقطة الأهم هي فكرة الصعوبة وارتباط الصعوبة بدور الجماهير. خليني أقول لك إن الرسالة أعتقد واضحة، إن الصعب اللي جاي بتكاتف جماهير النادي الأهلي خلف الفريق نقدر نعديه. بس هي هنا أنا عندي وجهة نظر أيضا من الصعوبة في اللي جاي، وده اللي أنا قلته قبل الفيديو، وهو فكرة ارتباط بالماضي القريب. بعض الأندية لما بيحصل عندها مشاكل إدارية وبتبدأ تشوف استقالات جماعية، فبتبدأ تلاقي مجاملات واضحة وأيادي كتير ممتدة لدعم الأندية من أجل الوجود في المنافسة، من أجل الحفاظ على وجود النادي في المنافسة. يعني تلاقي مبالغ مالية ضخمة جدا بيتم ضخها، تلاقي أرصدة كان عليها حجوزات بيتم رفعها، تلاقي لجنة حكام ماشية في اتجاه إن دايما وأبدا التحكيم في اتجاه واحد ولصالح فريق واحد. كل الأمور دي أيضا بتثير مخاوفنا وبتأكد إن الموسم اللي جاي صعب، لأن إيه اللي هيختلف من بعد الفوز ببطولة أفريقيا التاسعة عن الوقت الحالي والموسم القادم؟ المفترض اللي يختلف الإرادة الرياضية، المفترض اللي يختلف أن يكون في عدالة، المفترض اللي يختلف أن يكون في شفافية. أعتقد مفيش حد هيزعل أن لو تواجد العدالة، بس العدالة بمعناها ومفهومها الواضح، العدالة بمعناها ومفهومها الواضح، مش كوتة بيتم توزيعها ولا أحقية مش من حقك اصلا ان انت تطالب بيها. العداله يعني بطالب بتحكيم على اعلى مستوى، الحدود الاخطاء تنخفض بنسبه كبيره جدا. احنا بنقول مش عايزين تحكيم بدون اخطاء، اكيد كل حكام اي دوري في العالم فيه اخطاء، ولكن مش عايزين تكون الاخطاء في اتجاه واحد، عايزين نشوف اطقم تحكيميه محترمه، عايزين نشوف تطوير التحكيم، عايزين نشوف جماهير مفتوحه للجميع. واعتقد اي نادي شعبي المفترض ما يعترضش على خطاب عوده الجماهير باكملها، عايزين نشوف منظومه رياضيه عادلة فيها نزاهة فيها شافية، عشان احنا عايزين نشوف الاهلي بطل، لان النزاهة العدالة الشافية معناها واحد فقط لا غير في قاموس النادي الاهلي، هو تحقيق البطولة. اعتقد يا فارس كان كلام واضح من الكابتن، واعتقد مخاوفه واضحة. اعتقد اللي انت بتقوله في جزء يعني من المضحكات المبكيات اللي هو ايه؟ ان انت توصل في يوم من عقلك الباطن اللي مستغرب ان النادي الاهلي بيتكلم عن حضور جماهيري
ونادي الإسماعيلي، نادي الاتحاد، الأندية الشعبية ما بتتكلمش ولا بتؤيد النادي الأهلي في مطالبه، لدرجة إن أنت يا أسامة تقول أعتقد الأندية دي مش لازم تطالب، ده أنت بتقول مش هتعترض. مش لازم تعترض بالظبط. فده استقر في نفسك ليه؟ لأن أنت شايف الوضع غريب. إن يا جماعة النادي الأهلي تحس إن هو إيه؟ بيتحمل مسؤولية الرياضة المصرية. ما هو أنا مش مفترض كنادي شعبي، أولا يا جماعة الحضور الجماهيري عامل مهم جدا من الموارد فوق ما تتصور. أنا لو بيحضر لي ماتشاتي 50,000 كل مباراة ولا 40,000 مثلا في المتوسط كأفريج، هلاقي آخر السنة لا عندي رقم مهم جدا. ما هو مش كل الأندية هيئة استاد القاهرة مثلا بتستحملها زي أندية أخرى، لا أنت بتدفع مقدما، وده اتقال الأندية كلها بتدفع مقدما إلا نادي واحد ده عليه 4.5 مليون ومفيش مشكلة وبتاع وبنراعي ظروفه. أنت وضعك مختلف، فبالتالي محتاج جمهورك يحقق لك إيرادات فتقدر تتعامل. لاني مش محتاج حد يراعي ظروفي. محدش بيراعي ظروفي اصلا، انت محدش بيراعي ظروفي. ما تخليها تيجي مننا احنا، مش عايزين برضه حد يراعي ظروفي. فالقصه غريبه يا جماعه. هو معلش فين جمهور الاسماعيلي؟ يعني فين ادارات الاسماعيلي؟ فين الاستاذ علاء وحيد اللي بيطلع دايما نلاقيه كده حتى لو لا يشغل منصب رسمي دلوقتي، اصل مش عارف الاهلي ما بيلعبش فين. طب انت سيبك من مباراه واحده دي قصتك فيها، فينك ان انت يبقى عندك جمهورك اللي هو جزء رئيسي؟ لان انت بتصارع للهروب من الهبوط على مدار موسمين او ثلاثة، ففينكم من ده يا جماعة؟ انا بحس ان النادي الاهلي بيتعامل بكيفية وبأعباء وبمشغول ببعض الامور مش مفترض تبقى احادية ابدا ابدا. لا تستقيم الرياضة هكذا ولا يستقيم الوضع هكذا. مطالبات بتحكيم في بيانات، مطالبات بتحديد مواعيد بطولات، حاجات كتيرة جدا هتفهموا قصدي فيها لما نروح ونشوف كلام كابتن محمود الخطيب عن الرياضة المصرية، ونرجع نربط اللي قلناه ده بالكلام اللي هنقوله بعد الفيديو. وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اقول حاجة جوايا، يعني محتاجة ان انا اتكلم مع كل المسؤولين عن الرياضة في مصر فيها. يا جماعة الدنيا حوالينا بتتغير وبتتطور بسرعة جدا، واحنا محتاجين نتحرك، محتاجين نفكر، احنا كده ممكن الحقيقة يفوتنا حاجات كتير ونتعطل اكتر. انا بتكلم عن الرياضة المصرية بشكل عام. مش معقول مثلا، ده مثال مش معقول الاتحادات الرياضية بقى اعتمادها الأول، كل الألعاب اعتمادها الأول ويمكن الوحيد حسب معرفتي يعني في مواردها على الأندية، مواردها من الأندية، والأندية في نفس الوقت بتبحث عن موارد، الأندية نفسها بتدور على موارد. يا جماعة لازم يكون في أمور لازم نعالجها بسرعة. الأمور بتتصعب وده أمر يقلق القطاع الرياضي كله وخاصة الأندية الجماهيرية، الأندية الشعبية. لازم تكون في قرارات أو مقترحات عاجلة يتم تنفيذها علشان نساعد الأندية الشعبية، وكمان نواكب التطورات اللي بتجري حوالينا واحنا مازلنا زي ما احنا. طيب الكلام ده يا جماعة انا في رأيي هو اهم كلام من مسؤول رياضي في الرياضة المصرية خرج في الاسبوعين الاخر، يعني اخر اسبوعين منذ كلام، وانا بعني الكلام ده وبتكلم بشكل واضح، الاستاذ وليد فراج اللي اتكلم عن الدوري المصري او الكرة المصرية. ليه؟ لان طبيعي تزعل، وطبيعي لما حد يسمع يعني الكرة المصرية وما لها من إرث وما لها من تاريخ طبيعي الكلام يضايقك. ولكن بصوا يا جماعة في مدرستين في الإدارة بل في الحياة عموما، إما أن أنت تدبدب بقى برجلك وتطلع تقول وتتكلم عن ماضي وتتكلم عن بعض الأمور وتبدأ تقول كلام أنا مش ماسك فيه واقع، أو أن أنت تواجه نفسك تقول الكلام ممكن يضايق بس أنا بفكر بداية الإصلاح منين؟
بداية الإصلاح مش في ردود كلامية، بداية الإصلاح في إن أنا أشوف إيه الخلل اللي عندي. ده أول تصريحات رسمية تشير، وهي ليست رد بإطلاقا، نحن نحترم الجميع، ولكن أنا بقول الربط بما يستدعيه الكلام من مواقف رياضية مفترض يكون إيه؟ هل حروب كلامية؟ هل نعرات وهل شعارات؟ ولا هل يستدعي إن أنا أبص للبيت من الداخل الرياضي وضعه إيه؟ وده اللي حصل، تصريحات رسمية مباشرة وكأنها رسالة لكل مسؤول في الرياضة المصرية. إحنا فين؟ إحنا زي ما قال كابتن محمود الخطيب، كأن حواليك قطارات بتتحرك بتسبقك وإنت مش حتى ماشي ببطء، ده إنت بترجع لورا. بص لنفسك بجد، بص فين العيوب، بص على مستوى كل حاجة، من أول ملاعب لتصوير للوائح لتحكيم لكل الأمور، لقصة التعامل مع أندية في مديونياتها، لقصة التعامل مع، لازم يكون في قاعدة مالية واضحة لكل الأندية، لازم يكون في التزامات من كل الأندية بنفس القدر، وده الفير بلاي. ما تحطش علي أنا كنادي أهلي أعباء فيما يخص سداد مديونيات أو غيره، وبعض الأندية لا تخضع لنفس الالتزامات أو تخضع لاستثناءات، مش هنروح لقدام. ونظرية إن إحنا يا جماعة بنيجي الناجح، فأنت راجل ناجح، أنت عايز مننا إيه؟ أنت راجل ناجح مع نفسك، بل بالعكس بعض الأوقات ممكن أنت تدفع ثمن نجاحك. على الجانب الآخر، أصل ده عنده فشل فأنا مطالب إن أنا أساعده أو أحتويه، مش صح. الناجح يقدر على نجاحه، ومن حقق إخفاق أو فشل يدفع ثمن ده. إنما يا جماعة مش معقول يبقى نشوف مديونيات الاتحادات متعثرة في سداد فلوس الحكام، متعثرة في سداد أمور كتير جدا، متعثرة في تطوير اللعبة نفسها. وعلى الجانب الآخر، طب هل الأندية اللي عليها مديونيات دي كيف وجهت مديونياتها؟ لا، ده في عقود بأرقام فلكية وإنتاجية صفر. هتقول لي هو حر في عقوده، صح، والله صح، هو حر ويجيب ويمشي ويقعد ويعمل عقود بال 400 وال 500 مليون، هو حر. إنما في نفس الوقت يبقى بيدفع التزامات. لو ده ما بيحصلش يبقى في خطأ، غير التحكيم، غير موعد مباراة السوبر يا أسامة، اللي نفسك أنت كنادي بتوصل رسالة، بس أنت مش عارف إنك أصلا اتحاد الكورة يسيبك لتاني مرة تخاطبه وفي خطابات، انتوا فاكرين الخطابات دي بتقلل من النادي الاهلي انه خاطبك مرة وتانية وتالتة ورابعة وعشرة؟ لا، دي بتقلل منك انت قدام الكل، يعني الاتحادات بتاعت كرة القدم، ان عندك خلل. وانا بقول لك واحد زي كولر ده، انا بشوف ان المسؤولين في النادي الاهلي لا بيشعروا بالخجل من وضع الرياضة المصرية ومن وضع إدارة الاتحادات قدامه يا أسام. لما يجي يسألك أنا عايز مواعيد واضحة عشان أحط البلان بتاعتي، بترد تقول له أصل هخاطب اتحاد الكورة، يرجع يقول لك عملت إيه؟ أصل هخاطبه تاني. إيه ده؟ للأسف، للأسف هي زي ما قلنا هي إرادة مش موجودة. والحقيقة أنا يعني مش عارف أقول ايه الاسباب اللي بتخلي اتحاد الكره حتى هذه اللحظه رافض ان هو يطلع عقوبه نادي الزمالك في مباراه السوبر. ليه دايما كل جهه بتتعامل مع نادي الزمالك بتتعامل معاه بشكل استثنائي بحت؟ والغريب ان لا انديه الاسماعيلي ولا انديه الاتحاد ولا انديه المصري ولا الانديه الشعبيه دي بتطالب انها تتعامل معامله نادي الزمالك. صحيح. يعني هم عندهم تعثر، هو دايما شايف مشكله ان النادي الاهلي بيحقق بطولات. اللي مش في سكته حبيبي، انت عندك تعثر، انت نادي الزمالك عنده التعثر ده بالمليار ويفوق المليار، ايه اللي بيحصل معاه؟ انت ما بتطلبش بقى ليه تكون زيه؟ او اقفل بقى، ما هو انا مش هقدر اتحمل الزمالك والاسماعيلي والمصري والمحله وكل الانديه الشعبيه. الحقيقه انا قلتها مره واثنين وثلاثه، يا بخت جماهير الزمالك ان هم لم يلقوا مصير الترسانه. بينهم شارع يا جماعه، بينهم سور. كل ما هنالك ان مسؤول هنا كان زملكاوي عن اتحاد كره القدم اختار ان اللي ينافس النادي الاهلي هو الزمالك، فراحت الترسانه. لكن لو احنا طبقنا لوائح وقوانين البقاء للاقوى، يبقى في عداله على الكل. تعالى بقى انت كلمني عن عداله منافسه، تعالى كلمني عن عداله تحكيميه، تعالى كلمني عن تطبيق لوائح وقوانين. لكن انا كنادي اهلي باجي في بدايه الموسم تعاقدت مع بعض اللاعبين
وعندي قائمة أولية بيتم تسجيلها، فالمفترض بدفع الرسوم دي في الاتحاد المصري لكرة القدم. بلاش النادي الأهلي يا سيدي. نادي زي الإسماعيلي، زي المصري، زي الاتحاد، اللي هم ما بنسمع لهمش أي صوت في قصة المشكلات دي أو الاستثناءات دي. أنت دلوقتي كنادي اتحاد أو نادي مصري، أنت النادي المصري ما قدرتش تسجل قائمتك الأولى وأنت عندك مباراة أمام النادي الأهلي في مسابقة كأس مصر إلا لما دفعت الرسوم. بتسمع في نادي الزمالك أعضاء لجنة وأعضاء مجلس ما بين ذلك وذاك بيطلعوا يقولوا لا احنا مش هندفع حاجه. ايمن يونس طلع على قناه نادي الزمالك قال كلمت عمرو الجنايني قلت له ولا جنيه هيدفع، هسجل القايمه بتاعتي. وده كان التصريح المؤدب المحترم، بس اللي هو ما فيهوش خروج على النص. بعض المسؤولين بيطلعوا ده انت هتقيد غصب عنك وعايز راجل بشنب يقف ضد القايمه بتاعتي اللي هتتقيد من اللاعبين. فانا مستغرب جدا الناس اللي مسؤوله في الانديه الشعبيه، انتوا ازاي قابلين الوضع ده؟ يعني ليه قابلين الوضع ده؟ انت ليه مش عايز تطبق لوائح وقوانين؟ انت ايه مشكلتك؟ انت راضي ليه بالاستثناء اللي بتقدم لفريق شعبي؟ المفترض انت ايضا فريق شعبي ليك تاريخ، لا تقارن على مستوى البطولات مع نادي الزمالك، ولكن في النهايه اللوائح والقوانين على الكل. ده انا بقول لك طبقها عليا انا كنادي اهلي، ابدا بيا انا كنادي اهلي، بس ما تستثنيش حد. لكن اللي بيحصل ده بيخلي الناس لما تيجي تتكلم عن كره القدم المصريه بنستشعر واحنا بنتكلم يعني ان القصه صعبه قوي، ان القصه صعبه، مش قادرين، في سلبيات، لكن انا ليه بدفع ضريبه السلبيات دي؟ عشان انا النادي الاهلي. بس انا هفضل ادفع الضريبه دي كتير؟ يعني انا هفضل طول الوقت انا اللي بحافظ على شكل كره القدم المصريه وانا اللي بدفع ضريبه الانديه الشعبيه الاخرى؟ انا اللي بدفع ضريبه الانقاذ؟ انا اللي بدفع ضريبه الحفاظ على منافس للنادي الاهلي تم اختياره بعنايه؟ عم افتح المجال، طبق اللوائح على الكل، والمنافسه اللي ينافس ان شاء الله النادي الاهلي يخرج بره المنافسه، بس حطي لي لوائح وقوانين على كل الانديه تيجي من بدايه الموسم كده. قول يا جماعه اللي مش هيسدد مش هيطلع له كارنيهات، مش هيسجلوا لاعبين. قول النادي اللي هينسحب او يعتذر تطلع على طول تاني يوم العقوبه بتاعته، عقوبه الانسحاب. لكن تيجي تقول لي لغايه دلوقتي انت مش قادر تحدد البطوله اللي تم الاعلان عنها من قبل ابو ظبي وانت مش عارف ترد على النادي الاهلي في خطاب؟ انت مكسوف ترد على النادي الاهلي في خطاب، عارف ليه؟ لانك ما عندكش نيه تطبق لوائح وقوانين. انت لو عندك نيه تطبق لوائح وقوانين ما كنتش استنيت الاهلي يبعت لك الخطاب الاول، كنت طلعت قلت الفرق اللي هتشارك 1 2 3 4، نادي الزمالك سيتم استبعاده بسبب عدم بسبب انسحابه من امام النادي الاهلي في ماتش سوبر وبسبب اللائحه رقم كذا بتقول كذا وغرامه ماليه كذا. لكن انت مش عارف ترد ليه؟ لانك انت عندك نيه من اشراك نادي الزمالك، وكان كل الاستثناءات في كره القدم من اجل نادي الزمالك. ويجي البعض يقول اصل النادي الاهلي بيتجامل. انا عايز اقول تعالى قول لي ايه المجامله اللي النادي الاهلي سجل لعيب بدون ما يدفع اللي عليه، بدون ما يدفع رسوم، بدون ما يدفع مستحقات. تعالى قول لي. القصه باختصار شديد ان خطاب النادي الاهلي او الخطاب لاتحاد الافريقي تم اخفائه، حرم النادي الاهلي البطوله، وطلع اعضاء الاتحاد اعتذروا، والسيد الوزير الدكتور اشرف صبحي شكل لجنه وطلع فيها اداره الاداره التنفيذيه وادانت الاداره التنفيذيه. هل في قرار اتاخد؟ لا. طيب السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي هل هو بيطبق اللوائح والقوانين؟ يعني انت تسمع عن ان النادي الاهلي ناشد السيد الوزير في ان في اعتداء واضح على لقب مستحق للنادي الاهلي هو لقب نادي القرن موضوع على بوابات نادي الزمالك. يجي رئيس معزول، يجي رئيس سابق، يجي لجنه اداريه واليافطه دي لسه موجوده، وفي كل يوم هي موجوده، هي ادانه لإدارة الوزير الدكتور أشرف صبحي، لأن ده تعدى على حق النادي الأهلي، والنادي الأهلي لجأ ليه؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الدكتور أشرف صبحي بيفوض وقته أو بياخد من وقته عشان يقعد مع لاعب يقنعه أو يحاول يقنع والد لاعب إن ابنه يستمر في نادي الزمالك، وكل مرة لا مساس بنادي الزمالك، لا مساس بنادي الزمالك. ده اللي إحنا بنشوفه في الرياضة المصرية، وعاوزين الرياضة المصرية تاخد خطوات لقدام. ما زلت عند رأيي الرياضة المصرية هي النادي الأهلي، وحتى هذه اللحظة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي لو غير موقفه يبقى النادي الأهلي هو اللي باقي وهو اللي فاضل بيحافظ على ماء وجه الرياضة المصرية. عشان كده احنا عايزين نطلع بقى نحتفل ونجيب لقطات يعني أعتقد تستحق الإشادة والتكريم، وتحديدا مارسيل كولر اللي كتير جدا يا جماعة أنا عايز أحتفل، أنا عايز أحتفل، فاتحققت الحفلة وأعتقد يعني احتفل براحتك ويعني وهزر وتدلع براحتك يا عم كولر، أنت عامل كل حاجة الموسم الماضي. يعني دي لقطات يا فارس دايما احنا عقبنا عليها في بداية الموسم كان رايق ان هو الراجل طول الوقت عنده خفة ظل ومع ذلك مرتبطة بقوة الشخصية. انت عارف قصة خفة الظل دي
بتبقى عند الجانب المصري مختلفة شوية، وده طبعا الدكتور خالد الجواد المترجم، الحماس باين في العيون. لا ده أهلاوي درجة ثالثة يعني. كولر، لا كولر رايق يعني، هو الراجل رايق، ومع ذلك زي ما قلت الفكرة يا فارس إن وأنت بتضحك وأنت بتهزر وأنت بتحتفي بإنجازاتك أنت في نفس الوقت صارم جدا مع اللاعبين، عندك شخصية قوية، لأنك مش هتقدر تحقق النجاح ده إلا لو كنت تمتلك شخصية قوية بالفعل. كولر يعني بغض النظر طبعا عن تفاصيل أخذ الكثير من القرارات العقابية على مدار الموسم، كولر شخص جدي جدا، ولكن يعني ابتسامته دايما وخفة ظله وروحه المرحة هي ناتجة عن رجل واثق، رجل يعرف جيدا إزاي يثق في أدواته، رجل متمكن من أدواته، رجل يسعى للنجاح. فكولر هو كان يستحق الفرحة زي ما إدارة النادي الأهلي تستحق الفرحة، زي ما اللاعبين، زي ما الجهاز الفني بالكامل، زي ما جمهور النادي الأهلي كانوا يستحقوا الفرحة. أعتقد كولر لما كان بيتكلم عن فكرة إن هو محتاج إن يكون في احتفاء بما تحقق، هو كان بيطالب بشيء مشروع، بل مشروع جدا، وشفنا ده في ردود أفعاله وشفنا ده في انفعالاته. وأعتقد ما حققه كولر أنا بقول هو مجرد بداية لتاريخ عظيم هتقف عند أسماء مع النادي الأهلي تختلف الدرجات ما بينها هيديكوتي، فايتسا، مستر مانويل جوزيه، بيتسو موسيماني، مارسيل كولر الآن. ولكن أنا واثق أن كولر هيكون مع نهاية مسيرته مع النادي الأهلي في مكانة شديدة الخصوصية. أكيد عندنا كلام كتير جدا، بس عندنا عندنا ألعاب مهمة جدا أن نلقي الضوء عليها في الاحتفال. أنت على طول كده عايز تلحم مع الكرة. لازم لازم نلعب ولازم نقول. يعني هقول لك حاجة بالنسبة للدكتور خالد الجوادي، الحماس اللي أنت شايفه أمام الكاميرات ده الامر ما كانش مرتبط بتفاعل احتفال فقط لا غير، لا دكتور خالد فعلا من الناس الدرجه الثالثه. يمكن صدفه ان هو اطرد في مباراه انا كنت متواجد فيها في الملعب، وهي مباراه الاهلي والهلال السوداني، ما بين الشوطين حكم رابع قال اطرد المترجم، وانا ما فهمتش ليه ولا هو كان فاهم ليه، لكن طول الوقت ده كنا متقدمين الشوط الاول 1-0، ال 45 دقيقه فارس اللي في الشوط الثاني على توتر طول الوقت لدرجه ان هو بدا يوترني معاه، واحنا 1-0 بقيت 2-0 3-0، فخلاص وصلنا للوقت البدل ده يا دكتور خالد، خلاص القصه خلصت يعني، هو لسه متوتر وعايز الحكم يصفر باي طريقه. طبعا يعني النادي الاهلي دايما دايما انا بقولها بيئه خصبه جدا للمتميزين لتحقيق النجاح، انت متميز احتمالات نجاحك بتزيد مع النادي الاهلي. والحقيقه انا مش بحب اقلل من الاشخاص، النادي الاهلي هو دايما وابدا احتمالات النجاح الاعلى، ولكن في بعض الناس بتدخل ما بتقدرش تنجح، ليه؟ لانها تفتقد للتميز. اعتقد مارسيل كولر متميز بما فيه الكفايه، وعشان كده قدر مع الاجواء اللي نفذها ليه النادي الاهلي وجو الاستقرار الفني اللي قدمه النادي الاهلي والتربه الخصبه اللي قدمها النادي الاهلي على مدار الموسم الماضي حقق العلامه الكامله. لكن للحقيقه العلامه الكامله دي كانت مش في كره القدم فقط لا غير، لا انت حققت على مستوى الالعاب الرياضيه اعتقد بطولات مهمه جدا، قدرت تعيد قطاع كره اليد مره اخرى للبطولات، وبنبني على ده بتعاقد مع مدير فني جدير بقياده النادي الاهلي. يمكن كره السله حققت علامه كامله، يمكن كره الطايره محتاجين فيها بعض يعني الشغل شويه، وان شاء الله نقدر نعود مره اخرى في كره الطايره. لعبتنا وتفوقنا فيها على المستوى القاري معروف، وايضا كره الماء وبعض الالعاب الاخرى. فتعالوا نطلع كده نشوف فيديو مجمع عن بطولات النادي الاهلي الموسم الماضي. يعني كل اللي تقدر تقوله وانت بتشوف كل التتويجات والمشاهد الرائعه دي واللحظات اللي طالعه من القلب، ومشهد الفرحه والتتويج ومشهد الانتصار، وتشوف انت كمشجع اهلاوي حاسس بايه، هتحس بفخر شديد جدا جدا جدا. يعني النادي الاهلي مانح السعاده بشكل غير طبيعي، النادي الاهلي مستحيل اي كيان رياضي ممكن يديك كم لحظات السعاده اللي انت ممكن تكون شفتها وانت بتشوف 28 بطوله في كل الالعاب وكل هذه الانتصارات زي ما انتوا شفتوا على الشاشه. انا يا جماعه بقول النادي الاهلي هو استثناء في معادلة الرياضة المصرية، النادي الأهلي يستدعي الفخر، النادي الأهلي هو اللي لما تشوف كل التتويجات دي تحس بالابتسامة، وبقول دايما اكتبوا الأهلي
في روشتات علاج الاكتئاب. أكيد يا فارس، وعشان كده احنا اتكلمنا عن الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضا اتكلمنا عن هنتكلم دلوقتي عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي بصراحة بيتخذ مواعيد أنا شايفها غريبة جدا. يعني لما يحدد ميعاد نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب يوم 11 ومباراة لمنتخب مصر رسمية يوم 14، صدفة إن النادي الأهلي بيلعب في المغرب والمنتخب بيلعب في المغرب، يعني 72 ساعة. فتخيل لو النادي الأهلي كان هيلعب الطرف الآخر وهو صن داونز في جنوب أفريقيا، الموقف كان هيبقى إيه؟ ليه الاتحاد الأفريقي ما بيحاولش يعمل تنظيم ما بين بطولاته الثلاثة ويضاف ليها بطولة رابعة والمنتخبات وتصفيات المنتخبات؟ النهارده بيصل للنادي الأهلي إن مباراة السوبر هتكون يوم 15 سبتمبر. المعسكر الدولي هيكون من 4 سبتمبر ل 12 سبتمبر. الاتحاد المصري لكرة القدم هيلعب مباراة تحصيل حاصل مع اثيوبيا، حتى مش تفرق في التصنيف لان انت اول التصنيف وقرعة خلاص تصفيات كاس العالم اتعملت، وايضا انت صعدت الامم افريقيا. ومباراة اخرى هتتلعب يوم 12 مع تونس في القاهرة، ايضا مباراة ودية. بالتأكيد ده في تعارض مع مباراة السوبر الافريقي. عشان كده النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي بعت خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بوضوح اعفاء لاعبيه من الانضمام لمعسكر، بما ان المعسكر تحصيل حاصل ومش فارق في نتيجته مع المنتخب. يعني خليني اقول لكم، بعد ضمان التاهل ارسل النادي الاهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري رسميا، جاء فيه: نظرا لان المنتخب الوطني تاهل والحمد لله رسميا الى نهائيات الامم الافريقيه القادمه بغض النظر عن مباراته الاخيره مع نظيره الاثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما ان المباراه التاليه للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد القرى والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة من 4 ل 12 سبتمبر، نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. والنادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يوما في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعرضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022 مع مشاركة فريق الأهلي في كأس عالم الأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي الأهلي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب. وجاء في ختام الخطاب أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد القرى والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي. أعتقد النادي الأهلي بيقفل الباب بدري قوي على أي حد ممكن يحاول يزايد على موقف النادي الوطني الأهلي الوطني وموقف النادي الأهلي السابق على مدار تاريخه في دعم المنتخبات الوطنية، لدرجة ان النادي الاهلي، وانا بقول بشكل واضح جدا، غامر بسمعة الاهلي الرياضية، مع كامل طبعا احترام وتقديري للفريق اللي سافر لمونديال الاندية في مواجهة ابطال القارات، لان وارد جدا كنت تتعرض لنتيجة ثقيلة لان بيغيب عنك 14-15 لاعب من القوام الاساسي للفريق، انت متخيل؟ ومع ذلك ورغم طلع رئيس اللجنة الثلاثية وقتها بتصريح ليس كل ما يعرف يقال، والنادي الأهلي هيلعب بنجومه والمنتخب هيلعب نجومه، النادي الأهلي عمل إيه؟ النادي الأهلي اختار مصلحة المنتخب، وده الاختيار اللي دايما بيختاره النادي الأهلي دون الوقوع في صراع. مفيش صراع هنا في القصة دي، لما بتتعارض مصلحة المنتخب مع مصلحة النادي الأهلي على مدار تاريخ إنشاء النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، النادي الأهلي بيختار منتخب مصر، فبيقفل الباب على اي مزايدات ممكن تحدث بسبب طلب النادي الاهلي من الاعفاء. اعتقد المباراه يا فارس تحصيل حاصل، اعتقد مباراه اثيوبيا انت ضمنت خلاص الصعود والتاهل، بتلعب مباراه وديه مع منتخب تونس، اعتقد الدوري المصري ومحترفي واللاعبين المحترفين المصريين يقدروا يسروا اكيد قائمه المنتخب في مباراتين، انا شايف ان هم تحصيل حاصل، ويبقى مصلحه النادي الاهلي نصب اعين الاتحاد المصري لكره القدم. مش عاوزين عرقله مسيره الفريق الناجح، لان في النهايه الاهلي هيلعب على بطوله من 3 بطولات للانديه بينظمها الاتحاد المصري للاتحاد الافريقي لكره القدم. صحيح يا اسامه، هي مباراه ببطوله، يعني النادي الاهلي عنده مباراه ببطوله، واعتقد يا جماعه يعني دايما مفترض يكون في مبدا ان انا براعي الظرف. يعني أنا كنادي أهلي هنا ما بطلبش منك أي شيء مجحف، أنا عندي مباراة بطولة،
عندي النادي الأهلي ده اللي دايما لاعبيه عشان المنتخبات كان بيسيبهم للمنتخب في أوقات كتير جدا ودفع ضريبة. ده شفنا النادي الأهلي في أوقات كتير جدا حتى مع كابتن إيهاب جلال لما كان مدير فني للمنتخب وراح يلعب مباراة ودية في كوريا، لعيبة النادي الأهلي تم القرار ان هم يسافروا ويتواجدوا مع المنتخب مع انك كان عندك مباراة في الدوري هنا، ولكن انت قبلت وانت تعاملت مع الوضع ده وقتها ان خلاص انت ارتضيت لان كان في اتفاق ان انت تلعب المباراة بغير اللاعبين الدوليين في الدوري. ولكن هنا الوضع مختلف، انت عندك مباراة ببطولة، مباراة كبيرة جدا هي السوبر الإفريقي، مش مباراة عندك فرصة التعويض فيها أو دوري أو إن أنت بتجمع نقط، أنت عندك مباراة تقدر تدخل بطولة كمان خلال الموسم وتقدر تخليك تفتتح الموسم إفريقيا وحتى انعكاساته المحلية، فأعتقد مفترض يكون مرعاة ده. وأنا عايز أقول يا جماعة أنا مش النادي الأهلي اللي مطلوب يكون في وضعية طول الوقت إن هو الطرف الوحيد اللي بيضحي في الرياضة المصرية. ده مش منطقي وده مش سليم وده مش صح. بمعنى ممكن كنت اتقبل ده لا واشوف طلب النادي الاهلي ممكن يثير لغط لو النادي الاهلي بيطلب استثناء، لا احنا شفنا مش في مباراه على بطوله ومش مباراه المفروض الاتحاد المصري فيها يدعمك بكل قوه لان هي مع بطل الكونفدراليه، لا ده كانت مباراه في الادوار التمهيديه في افريقيا وكان نادي الزمالك بيلعب في الادوار التمهيديه في افريقيا، وشفنا وقتها روي فيتوريا واتحاد الكوره سمح للاعبي الزمالك بمغادره معسكر المنتخب وعدم اكمال المباريات اللي خلال معسكر المنتخب للعب مع الزمالك في الدور التمهيدي، دي واقعه. ايضا شفنا نادي زي بيراميدز كان عنده مباريات في الكونفدراليه والمنتخب استثنى لاعبيه من الانضمام عشان مسيرته في الكونفدراليه. احنا هنا يا جماعه بنتحدث عن مباراه اما في تمهيدي دوري ابطال افريقيا او نتحدث عن مباراه في الكونفدراليه، مش بنتكلم عن مباراه سوبر تحقيقها بيساوي لقب، الوضع مختلف تماما. وإذا أنت كان في وقت من الأوقات الاستثناءات، وأنا أفتكر هنا روي فيتوريا لما أتكلم قلت له لا بما أن أنت وضعت احنا معانا فيديو روي فيتوريا أصلا معانا فيديو روي فيتوريا معانا فيديو روي فيتوريا بيتكلم عن استثناء من الاستثناءات اللي حدثت عندما تعارض مباراة دور ال 64 لنادي الزمالك مع فريق تشادي مع مباراة من مباريات المنتخب المصري، يمكن كان استعداد لمباراه ليبيريا، كانت مباراه النيجر وكانت مباراه وديه، وطلع وقتها الاعلام المنتمي لنادي الزمالك وطلع وقتها بعض المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم تحدثوا عن ان التعارض دي مباراه رسميه ودي مباراه وديه ما اشبه الليله بالبارحه، ولكن الامر مختلف ان انت نادي الزمالك كان بيلعب في دور ال64 اما النادي الاهلي بيلعب على بطوله السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري. عندنا فيديو روي فيتوريا وهو بيتحدث عن تسهيل امور نادي الزمالك والتفاهم اللي تم بينه وبين نادي الزمالك من اول الاختيار لحد خروج احمد سيد زيزو والونش من المعسكر لاداء مباراه دور ال 64 مع نادي الزمالك. نطلع نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. مفيش فيديو. الفيديو مش جاهز؟ الفيديو مش جاهز. طيب هو روي فيتوريا اتكلم بوضوح وقال ان هو كان متفق على يكون في 7 لعيبه هينضموا لنادي الزمالك، هو ارتقى ان هو مش محتاج ال7 لاعبين دول ونادي الزمالك محتاجهم، فساب بعض اللاعبين وخد بعض اللاعبين. من بعض اللاعبين اللي خدهم 3 أو 4 لاعبين كان احمد سيد زيزو والونش. الونش خرج واحمد سيد زيزو بين شوطي المباراه الاولى الوديه وراحوا على معسكر نادي الزمالك، انضموا لمعسكر نادي الزمالك، لعبوا المباراه ورجعوا مره اخرى على معسكر المنتخب من اجل الانضمام لمباراه ليبيريا الوديه. انت هنا بتتكلم عن ايه؟ عن مباريات وديه، انا بكلمك عن مباراه رسميه للنادي الاهلي ببطوله ومباريات تشابه مباريات المنتخب المصري في عهد روي فيتوريا. اتمنى من روي فيتوريا ان هو يكون معياره واحد، ويمكن فارس اتكلم حتى عن نادي بيراميدز وده كان وقت كارلوس كيروش لما كان المنتخب المصري بيلعب البطوله العربيه. عايز اقول لكم وقتها النادي الاهلي دفع ضريبه ايضا المشاركه بنجومه في البطوله العربيه، واتصاب عمرو السوليه في اخر مباراه في البطوله اللي كانت في قطر، وبعد 3 أو 4 ايام لعبنا مباراه
كنا قاب قوسين وأدنى من خسارة السوبر أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ولكن قدرنا أننا نتعادل ونصل لركلات الترجيح ونفوز بالبطولة. مفيش لاعب لما لعبنا على الثالث والرابع من النادي الأهلي طلب من المدير الفني أنه ما لعبش المباراة دي. ده معناه إيه؟ أن النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي دائما وأبدا بيفضلوا مصلحة المنتخب على مصالح النادي، في حالة أن النادي أو المنتخب يكون بيلعب مباريات رسمية أو بطولات رسمية أو حتى بطولة زي البطولة العربية ولها عائد بالنسبة للمنتخب المصري والاتحاد المصري لكرة القدم. النادي الأهلي ما عندوش أدنى مشكلة، لكن أعتقد الكرة الآن في ملعب أعضاء اتحاد كرة القدم المصري في ملعب روي فيتوريا، وأتمنى يكون في موافقة بإعفاء لاعبي النادي الأهلي من المعسكر يعني غير الهام من وجهة نظر كل متابعي كرة القدم في قارة أفريقيا. بتلعب مباراة ودية مع منتخب تونس مع كامل احترامنا وتقديرنا للمباراة، بتلعب مباراة تحصيل حاصل مع منتخب أثيوبيا، فالنادي الأهلي محتاج وقت، لأن الحقيقة النادي الأهلي جاله حتى توقيت المباراة في بداية موسم فارس لا بتلعب أي مباراة رسمية وبتبدأ أول مباراة رسمية ليك ببطولة قوية زي دي. أنا برضو بتعجب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كان ممكن يحدد الميعاد بشكل مسبق من فترة طويلة، تبقى أنت عارف أنت بتعمل إيه، تبقى أنت حتى عارف مدة الأجازة اللي أنت بتمنحها اللعيبة ممكن تقل شوية، لكن الوضع بالشكل ده وانت خلاص كان راحت الفكرة ان هم يعملوها زي كل فرصة قبل كأس العالم للأندية بيتطبق، فبتلعبها قبلها بأسبوع أو ثلاث أيام وبتمشي الأمور بالشكل ده. الاتحاد الأفريقي برضو محتاج يستشعر ان هو يقدم جدول منتظم ومسابقات منتظمة وعدم تداخل وتعارض المواعيد ما بين تصفيات المنتخبات وبطولاته اللي بيشرف عليها. ده حقيقة يا أسامة، بس عندك اتحاد بيقول المواعيد، في اتحادات أخرى أنت لسه بتطالبها بالمواعيد وما بتقولش، ولكن الاتحاد الإفريقي يمكن طبعا مباراة السوبر الموجودة المقامة في السعودية وكان لديه ترتيباته، ثم بعد كده تم إعلان أكتر من موعد ليها، ثم تم التأجيل ثم إعلان الموعد، ولكن زي ما بنقول والنقطة الرئيسية اللي احنا مصممين عليها ان يا جماعة ما ينفعش طول الوقت يبقى النادي الاهلي دوره في المشهد ان هو يضحي من اجل المنتخبات، ولما اجي انا اطلب منك انك تعاملني بالمثل او تديني نفس الامتياز في وقت مش هيتضرر مصالحك فيه ان انت ما تعملش ده معايا، وتكون بعض الاندية الاخرى بتفوز بالامتيازات دي دون تضحية، وكأن انت طول الوقت في الوضع السلبي في المعادله. فاعتقد ان النادي الاهلي يا اسامه وضح بشكل كبير جدا اهدافه، واعتقد مطلب النادي الاهلي عادل، واعتقد النادي الاهلي مش بيطلب حاجه مش من حقه، واي حد هيشوف المشهد هيشوف ان النادي الاهلي بشكل كبير جدا كان مطلبه عادل ويستحق ان جهاز المنتخب يقف معاه فيه، لان حتى اعتقد المنتخب هيتعرض لمواقف ايضا في مسيره روي فيتوريا هيكون محتاج دعم النادي الاهلي فيها، وكالعاده النادي الاهلي اكيد اكيد هيدعم المنتخب. كلام كتير جدا لسه معانا وفقرات كتير جدا لسه معانا، اوعى تروحوا في اي حته، الاهلي خط احمر ونكمل بعد. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين في الاهلي خط احمر، ويمكن البرنامج ده تحديدا من بداياته من منذ 5 سنوات كده وبيتحدث عن التحكيم المصري، ودايما بنحاول اننا نحسن ونطور من التحكيم المصري. ولا حاجه هتتغير، انت فاكر لما قلت لك اللي يقول لك التحكيم المصري بخير قول له والله التحكيم المصري ما بخير. فاكر في مره كنا جايبين الحكام اللي تم اختيارهم اعتقد كانت البطوله العربيه، انت قلت لي مش فرحان على الهوا ليه؟ قلت لك ده بيتكفوا، يعني 5 سنين بنتكلم في التحكيم وانا حاسس ان احنا في ديجافو، اللي هنتكلم فيه النهارده ما هو اصل نفس الدايره اصلها نفس الدايره ونفس الاشخاص ونفس القصه ونفس عدم الرغبه في تطوير منظومه التحكيم المصري. هي القصه محتاجه زي ما قلنا اراده، انتوا يا جماعه عايزين تغيروا ولا مش عايزين تغيروا؟ فلو عايزين تغيروا فكفايه بقى الوجوه القديمه، ما هو كفايه، ما احنا جربناهم سنوات طويله، وايه اللي بيحصل؟ كل ما بيجوا المشاكل بتزيد، بس المشكله ان احنا بنروح ناخد ارائهم كنوع من انواع حل المشكله، فيبقى المنوط بيهم حل المشكله هم المشكله في نفسهم، هم حقيقه المشكله. يعني انا ما عنديش مشكله طبعا من اي زميل يحاول ان هو يستعين باي مداخله تليفونيه، وده شغل طبعا، ده الاعلام بالمناسبه يعني، ولكن الفكره كلها ان كابتن عصام عبد الفتاح يعني من وجهه نظري اثر بشكل سلبي على منظومه التحكيم المصري بشكل واضح. واضح، فكفايه يعني، كفايه الكابتن عصام عبد الفتاح، كفايه يا جماعه والله، احنا سمعنا تصريحات عمرنا ما سمعناها من اي خبير تحكيمي في اي دوله في العالم،
كان الكابتن عصام عبد الفتاح يعني الحقيقه يعني متميز في دي، روح الاحتواء والبروتوكول مش عارف ايه، والطفل حرارته سخنه. انا بحب دي قوي الجمله دي. والله يقول لك ايه يا سيف، ما هو اصل المباراه دي عامله زي الطفل الصغير، لما حرارته بتسخن الحكم بيهدي الحراره. يعني حول الحكام لخافض حراره يا جماعه، حول الحكام لخافض حراره، وبنرجع نتكلم وبنرجع له وبنقول نطور التحكيم المصري. تعالوا باختصار نلقي بقى الضوء على ازمه التحكيم المصري المستمره معانا من خلال تصريحات حديثه للكابتن عصام عبد الفتاح. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هل من حق اي نادي ان يستمع الى تسجيلات الفار؟ طبعا ده حسب البروتوكول وحسب القانون ممنوع يا كابتن شوبير. ممنوع. لكن احنا اكثر شفافيه. يعني لو في اي مشكله احنا بنستمع حتى في تحليلاتنا يا كابتن شوبير للحكام بعد كل ثلاث جولات بنقعد وبنجيب تسجيلات الفار لازم نسمعها عشان نشوف مين اخطا، هل الفار ولا الحكم؟ الفار فعلا استدعاء في حاله تستحق الاستدعاء ولا لا؟ وهكذا، وبنقف عند كل هذه النقاط. ليه يا كابتن كل شيء داخل غرفه الفار؟ ده فيديو قديم للكابتن عصام عبد الفتاح مع الكابتن احمد شوبير وقت ما النادي الاهلي طالب ان يسمع ما يتم ما بين حكم تقنيه الفيديو وحكم الساحه. ليه؟ لان بقت تحصل مشاكل كتير جدا واخطاء تحكيميه فادحه باعتراف خبراء التحكيم. فطبعا الكابتن عصام عبد الفتاح عمره ما يطلع يغلط اي حاجه متعلقه بالتحكيم في عهده ولا يغلط نفسه على الاطلاق، ودايما شايف اللي ضده هو متآمر، هو منتفع، هو اي حاجه، يعني هيلصق بيه اي اتهام او ما بيفهمش، المهم ان هو يلصق بيه اي اتهام غير ان هو يروح للمحتوى الاصلي. فقال لك ايه؟ قال لك الكلام ده ما بيحصلش وضد بروتوكول تقنيه الفيديو. الحقيقه شفنا تجارب كتير جدا اخرها كاس العالم للسيدات اللي كان الحكم او المحكمه بتروح لتقنيه الفيديو وبترجع تتكلم وتخاطب الجماهير في الاستاد، ايه اللي حصل ووجهه نظر الحكم ايه ووجهه نظر حكم الفيديو ايه، على مرأى ومسمع من الجميع. حصل في مونديال الانديه قبل كده على مرأى ومسمع من الجميع. فالكابتن عصام عبد الفتاح بياتي باشياء يظن ان الناس تجهل هذه الاشياء، فعلى طول اول لما يدي تصريح اعرف ان في بعضه هيجي حاجه تكذب هذا التصريح. يجي في لقطه الاهلي والبنك الاهلي وتحريك كره القدم والكلام ان ده روح البروتوكول، تلاقي تاني يوم مباراه في الدوري الانجليزي لاعب بيرمي الاوت رجل جوه ورجل بره وعادي جدا الامر استمر ومفيش اي تدخل على الاطلاق. اعتقد النهارده الكابتن عصام عبد الفتاح محتاجين نرد عليه بان قصه هنرد عليه، بس في حاجه في الحته اللي انت قلتها مهمه جدا. قول انت هنا ممكن تتكلم ان الراجل كان له وجهه نظر، ولكن في الدوري الانجليزي حصل حاجه تانية مختلفه. هنا يا جماعه بنتكلم عن لعبه رامي ربيعه اللي اللعبه استؤنفت في مباراه البنك الاهلي وتم مراجعه الفار وتدخل الفار في لعبه مش مفترض يشوف الكره اتثبتت ولا لا. بس هو في واقعه مباراه الاهلي والزمالك ده اللي كان يخوض، انت بتتكلم في نفس الفكره. لا هو الفكرة. هو كل حاجه بتخوض. لا اسامه بس ده هنا انا بتكلم، انا فاهم ان نفس الدوري المصري نفس اتحرك الفهلف الثاني للزمالك بالزبط. في المباراه اللي كانت امام النادي الاهلي اتحركت الكره واتلعبت ومحدش اتكلم عنها خالص. مين رئيس لجنه الحكام؟ هو برضو كابتن عصام عبد الفتاح. ومعقبش بقى يا جماعه الموضوع ده، عارف فكره اتفنيها خلاص كده محدش يعرف عنها حاجه، عديها. فهنا مهم جدا التعليق ده والتعقيب ده عشان نقول ان حتى مش وجهه نظر، ما انا ممكن يكون دي وجهه نظري وقناعاتي وانا شايف ان الناس بره بتطبق القانون غلط. لما تحصل بقى عندي في الدوري لازم اطلع واقول نفس الكلام المعيار. واقول ان المعيار ده كان غلط والحاله دي غلط ونادي الزمالك كان ليه هدف غير مستحق، حتى لو احنا مقتنعين الكلام ده غلط، بس هتكون انت متسق مع نفسك. سيبنا احنا بقى لقناعاتنا، لا ده انت هنا جيت قلت كده وفي الثانيه مفيش كلمه، مفيش تصريح متلفز واحد او مسجل في راديو او في اي موقع او في اي وسيله اعلام عقب فيها كابتن عصام عبد الفتاح على نفس الحاله في مباراه الزمالك مع النادي الاهلي. وده اللي يعرفك ان حتى القناعات كانت لها حسابات واعتبارات كتير. ولكن امبارح حاجه غريبه اللي هو عارف ده عماد مأكد لي، اهو ده كابتن عصام عبد الفتاح مأكد لي، قاعدين بنتفرج وطبعا يعني الدوري السعودي، فلقينا الصفحه الرسميه للدوري السعودي منزله حالات الاسبوع وبتتكلم عن الفار وجايبين التدخلات بتاع الفار هنا هوب هوب هوب. بس ايه ده؟
يا جماعه ده كابتن عصام عبد الفتاح مأكد لنا ان الكلام ده ما بيحصلش والكلام ده ما ينفعش. وهنا قبل ما نروح للحاله، يعني انتوا مفترض تربطوا الاحداث دي، مفترض تشوفوا الكلام ده بيوصلك لاستنتاج هل ده كان في مصلحه التحكيم ولا لا، لان لما نشوف الحاله هيكون عندنا تعقيب مختلف. ولكن الحاله مش لمناقشه حاله في الدوري السعودي تحكيميا، ده شيء مش ده اللي هنقف عنده، ولكن عشان لما نكلمكم نقول لكم في الدول الاخرى وفي الدوريات الاخرى الناس بتروح لايه واحنا بنروح لايه لما تشوفوا الحاله دي. نسمع الآن معكم وصف حكم الساحة إلى حكم الفيديو المساعد وما الذي شاهده وما دار بينهم من تواصل. إليكم التفاصيل في هذه الحالة. فك له اهدوا بس، ممكن تهدى؟ غير الكاميرا. بالنسبة لي المدافع ما عمل أي شيء، اللاعب المهاجم علي ما عمل أي شيء نهائي، مالك شغل فيه. استمر. أنا أثر عليه يعني مثلا مندرسن جو عبد الله ظافر. إذا في شيء قبل مسك الكورة أو أثناء مسك الكورة ممكن، بعد مسك الكورة هو راح للاعب. هذا أيوة اللي أنا أشوفه، هو اللي راح للاعب. لاعب ما ارتكب مخالفة، ما ارتكب أي مخالفة. هذه بالنسبة لي ما فيها شيء أبداً أبداً أبداً، رقم اللاعب اللي سجل 99. أبو خالد تشيك كومبليت كونفيرم جول. المهاجم ما عمل اي مخالفه نهائيا. ما عمل اي مخالفه، هذه عرضيه وراحت للزميل. هذه استمر بندرك، ترى بندرك. ارجع كماني. استمر 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 ارجع ارجع. هدف صحيح، ارجع. ما سوى الرقم 11 اي شيء، معطي ظهر للكوره اصلا. شوف تيك ذا بول. اوكي كم تو ذا تكر تكر نو اني فاول هي ستاندينج. ما في اي مخالفه بالنسبه لي نهائيا. برافو ابو خالد، برافو خالد. بالنورمال سبيد تبان. يلا تقدر تصفر، تقدر تصفر. القرار الصحيح هدف، الحكم قرار صحيح، حكم الفيديو المساعد ايضا قرار صحيح. يعني الفيديو ده مش مجرد حاله تحكيميه، والله العظيم الفيديو ده من اكتر الحاجات اللي الواحد تاثر بيها، لان هي مرتبطه باحداث كتير جدا. انا هنا اتكلمت عن تجربه كلاتنبرج في عرض الحالات وما يحدث داخل غرف الفار، ومع استمرار الموسم ده في وجود بيريرا كنت بقول ان من أسوأ الحاجات ان احنا رجعنا خطوه لورا، وكاننا رجعنا للي كان عايزه كابتن عصام عبد الفتاح، اللي هو ما يبقاش فيه عرض ده، لان ده ما بيحصلش وده هياثر على الحكام وده كذا وكذا وكذا. اربط بقى المشهد اكبر من حاله تحكيميه او رجوع خطوه، اربط بكلام كابتن محمود الخطيب. القطر اللي بيتحرك حواليك وانت بترجع لورا، مش بس بتتحرك ببطء. اربط اربط بالكلام ان انت حتى الخطوات اللي يمكن يا جماعه، ما الناس الكره مش فلوس بس، في امور ماديه واقتصاديات في كره القدم انت ما تقدرش تعوضها، تمام، وما تقدرش تستقدم لاعبين بشكل معين، تمام، انما في امور بتاعتك انت. كونك تبقى انت سابق السنه اللي فاتت مع كلاتنبرج في ده، ثم تيجي ترجع في خطوه لورا عشان الناس عايزه كده جوه، وعشان الحكام عايزه كده جوه، وعشان المسؤولين عايزين كده جوه، وعشان مش عايزين مشاكل، وعشان مش عايزين وجع دماغ، ثم نيجي نلاقي الدوري السعودي بيعمل ده، وترجع لكلام كابتن عصام عبد الفتاح فتتاكد انه كله ما كانش صحيح فتزعل. وانا بقول اي مسؤول في الرياضه المصريه يبص على ده ويعرف هنا ده فلوس، ده امكانيات، ده اقتصاديات، لا ده إرادة، ده قرار، ده رغبة، مش موجودة، مش موجودة. لا ريح الدنيا ومشي الدنيا، ويطلع تصريح رسمي يقول أصل الحكام عندنا والتحكيم هنا ليه اعتباراته وليه أبعاده وليه أمور لازم تفهمها وليه. إيه هو اللي تفهمه؟ الاحتواء وروح البروتوكول، هي دي الأمور اللي الحكم لازم يبقى فاهمها. وعشان كده أنا بقول هتلاقيهم بيبوظوا تجربة كلاتنبرج وبيسيئوا ليه وبيقولوا ان هي اسوأ حاجة، وهتلاقيهم رغم بريرة ورغم اعتراضنا عليه كل هدفهم ان هو ما يكملش. اي حد عايز يخرج بره الدايرة اللي متحكمة في التحكيم المصري دي مش هيسمحوله. وانا بقول يا اسامة والله العظيم وانا بشوف الحالة دي امبارح، انا لا يمكن تتخيل حجم الغضب اللي كنت فيه، لان ما هو ده اللي احنا بنقوله، مش كل في امور امكانيات مادية مش هتقدر تعوضها،
طب في امور بايدك انت، ليه ترجع خطوات فيها لورا عشان ارضاء بعض الاشخاص تحكيميا اللي عندهم رغبات ان لا هي القصه تفضل تعرف يبقى يكون فيها مؤامات وما اسمعش الحكم قال ايه وما اسمعش ده قال ايه وده رد قال ايه؟ بص هو الكابتن عصام عبد الفتاح يعني من وجهه نظري يعني كان عامل مشترك في تلبيه رغبات بعض مسؤولين الانديه. الكابتن عصام عبد الفتاح تعدى بالقول عادي جدا على خبراء التحكيم. القصه باختصار شديد، الكابتن عصام عبد الفتاح توافقت وجهه نظره من الغاء ما يحدث ما بين الحكم وحكم تقنيه الفيديو مع بعض المسؤولين في الانديه الاخرى اللي بتطالب بالغاء الاستوديوهات التحكيميه اساسا. ليه؟ عشان مش عايزين نوضح بقى يا جماعه. طب احنا كنا بنعتمد ايه في الماضي؟ بنعتمد في الماضي ان احنا نجيب جول من وسط موسم، فاكرين جول حسن شحاته الملغي اللي وقفنا قدامه هنا حلقات وحلقات، مش ان الجول صح ولا غلط، ان الموسم كان فيه كوارث تم تجاهلها بموسم جول حسن شحاته، لدرجه ان انا قلت انا سعيد ان حصل غلطه كابتن او جول كابتن حسن شحاته عشان تكشف لنا ما تم من مجاملات على مدار الموسم من اجل فريق اخر يحقق بطوله دوري غير النادي الاهلي. هي دي اللقطه اللي بتتاخد، فبالتالي ايه؟ الغي الاستوديوهات التحكيميه عشان ما يبقاش عندك خبير تحكيمي تستند اليه، فيبدا الكلام يروح لفكره ايه؟ اصل انت اهلاوي فبتقول كذا، وانت زملكاوي بتقول كذا، وانت مش عارف اسماعيلاوي بتقول كذا. الحق. لكن القصه كلها ان الحق محتاج ان انت تجيب كل ما يساعد منظومه التحكيم على النجاح. لكن الكابتن عصام يقول لك ايه؟ اصل احنا ناس بنطبق العداله والنزاهه، عشان كده قلت لكم مفهوم العداله والنزاهه لازم يكون مرتبط بمفهوم حقيقي على ارض الواقع. مش اللي بيحصل حاليا من فكرة ان كل واحد شايف العدالة والنزاهة من وجهة نظره. العدالة والنزاهة انك تعرض اللي بيحصل في تقنية الفيديو وغرفة تقنية الفيديو ما بين حكم الساحة وحكم الفيديو. بالمناسبة مش الدوري السعودي بس، الدوري البوليفي بيطبق نفس القصة دي، ان بيتم عرض ما يدور ما بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو. فلو سألت الكابتن عصام عبد الفتاح عن رأيك في الدوري السعودي هيتكلم عن التطوير اللي حصل في الدوري السعودي، لكن لو جيت سألته عن تقنية الفيديو وما يتم عرضه هيقول لك لا أنا فاكر ليا حديث سابق كنت بقول إن دي جريمة وما شابه، فمش هينفع أقول إن دي فيها تطوير. لكن الحقيقة الكابتن عصام ما كانش بس عند قصة تجربة كلاتنبرج في طرح الفيديو أو ما طرح ما يدار ما بين حكم تقنية الفيديو وحكم الساحة، لا ده هو كان شايف التجربة من بدايتها لنهايتها زي ما هتسمعوا في الفيديو ده. يعني الحقيقه بدايه من مكه كاتنبرج احنا نزلنا كتير قوي التحكيم المصري. والله انا مش بتجنى على احد. نزلنا كتير؟ نزلنا ده احنا كتير. صرفنا كتير قوي يا كابتن عصام ننزل ازاي؟ صرفنا كتير وكانت مصاريف الحقيقه يمكن انا الناس بتعاتب عليا لما اقول ان التعاقد مع الرجل ده كان يعتبر جريمه. ده حقيقه يعني وان الناس تتحاسب. وانا عارف ان اتحاد الكوره ملوش ذنب عشان اقول لك من الاخر يعني. لا 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 ما ترمهاليش كده وتسيبني. لا لا ما تسيبنيش في نص البحر وانت بتقول الناس تتحاسب وبعدين تقول لي اتحاد الكوره ملوش ذنب. مين اللي جابه بقى؟ ما هو مين اللي جابه؟ الله اعلم يا ابراهيم. الله اعلم. بس انا اعتقد من وجهه نظري اتحاد الكوره ملوش ذنب. خد بس مني كلام انا هقول اللي اقدر اقوله واللي مش هقدر اقوله مش هقوله. خايف من مين؟ ايه؟ خايف من مين؟ مش عايز تقول. مش خايف من حد. اللي انا بقوله لك ده هو الحقيقه. طب عامل حساب مين؟ بلاش كلمه خايف. عامل حساب مين فمش عايز تقول؟ لا والله مش عامل حساب لحد ولكن بص يا ابراهيم انا هقول لك كده وحط 100 خط تحت اللي هقوله ده. نسيب الكوره لاهل الكوره. نسيب الكوره لاهل الكوره. بس كفايه كده والناس لازم تفهم مش لازم كل شيء في مصر يعني اقول ايه مش عارف اقول ايه خلوا على الاقل يكون هناك مستشارين راضيين. ايوه كابتن عصام افهمني يا ابراهيم بقى زي ما تفهمني انا بقول لك كلام والله يعني اتحاد الكوره مش هو اللي جاب كلاتنبرج يعني؟ اعتقد لا. بتعتقد لا؟ ومين اللي جاب بيريرا؟ طب هم ما جابوش كلاتنبرج ولو انه يفضل علامه استفهام. مين اللي جاب مين اللي جاب بيريرا؟ قصه نفس اللي جابه كلاتنبرج ولكن انا ما عنديش اعتراض على ان في خبير اجنبي موجود. ما عنديش اعتراض بس الخبير الاجنبي يعني لما جينا نفكر في البدايه اسالوا اهل الذكر يعني ماشي. معروف مين افضل محاضرين في العالم معروفين ماشي. معروفين بالاسم اجيب واحد منهم يا سيدي بلاش مصري هات واحد اجنبي حسب القصه في ابراهيم القصه كبيره قوي كبيره جدا القصه كبيره ولكن لا انا ولا غيري هيقدر يتكلم فيها بشكل واضح لان احنا مش عاوزين نصلح تحقيق الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام عبد الفتاح ده انا يعني هاخد منه او اقتبس منه فكره القصه يا ابراهيم كبيره جدا.
الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام عبد الفتاح ده خطير، بل خطير جدا، إشارة واضحة إلى أن هناك من يتم فرض قرارات على اتحاد كرة القدم المصري. اتسأل بوضوح، قال أن اللي عين كلاتنبرج بعد كتير جدا عن فكرة أن هو حد له علاقة بالكورة ونسيب الكورة لأهل الكورة. طب مين اللي عين بريرا؟ قال هم نفس الناس. طب أنا هنا كنت أتمنى زميلنا إبراهيم فايق يقول له طب مين اللي كان عينك يا كابتن عصام؟ هل هم نفس الناس ولا اتحاد كرة القدم المصري؟ ما ده سؤال عايزين نعرفه. ليه الكابتن عصام عبد الفتاح رايح لسكة بعيدة عن سكة اتحاد كرة القدم المصري؟ على أي أساس رحت للسكة دي؟ هل تم تعيينك من جهة أخرى غير الاتحاد كرة القدم المصري؟ ده السؤال. لكن اتهام الناس بالباطل أو اتهام الناس بدون سند أو دليل من أجل إظهار أن منظومة التحكيم في أزمة، لا، هي الحقيقة في أزمة، بس مش أزمتها الاتجاه لكلاتنبرج. كلاتنبرج الأزمة الحقيقية، وإحنا اختلفنا مع كلاتنبرج عشان بس الناس ما تفكرش تقول إن إحنا بنتكلم عن إن كلاتنبرج تجربة مثالية. لا، إحنا مش بنتكلم عن تجربة مثالية، بس هي في أسوأ أحوالها أفضل من أفضل تجربة مصرية. أنا آسف جدا، ده الواقع. في أسوأ أحوالها أفضل من أفضل تجربة مصرية. فقصة إن أنت طول الوقت عندك أزمة مع التحكيم الأجنبي زي ما أنا عندي أزمة مع الإربيس، دي قصة غير مقبولة، لأن كلاتنبرج باختلافنا معاه وسلبياتنا معاه كان فيه إيجابيات وانتقدنا، لكن الحقيقة إن الناس تجاوزت في حق كلاتنبرج. قال جملة صعبة جدا الكابتن عصام فتاح، قال إحنا نزلنا قوي مع تجربة كلاتنبرج. أنا قناعاتي الشخصية إن الكابتن عصام عبد الفتاح بيتكلم عن ترتيب جدول الدوري ونزول فريق بينتمي ليه الكابتن عصام عبد الفتاح قوي في تجربة كلاتنبرج، عشان كده هتلاقي طول الوقت ضد تجربة كلاتنبرج مش ضد تجربة الخبير الأجنبي. ولكن أنا بدون أدنى مزايدات، الكابتن عصام عبد الفتاح قال كلام خطير جدا، كلام شائك جدا، أعتقد إن هو المفترض يطلع يوضح يقصد إيه ويقول لنا مين اللي عين الكابتن عصام عبد الفتاح في إسقاط فكرة إن التعيين جه من أعضاء اتحاد كرة القدم المصري. أعتقد يا فارس يعني القصة كبيرة جدا فعلا زي ما هو قال. لا، ده كلام أنا وأنا بسمعه يا أسامة يعني لم أكن أتخيل إن في حد ممكن عشان خاطر هو مشي من منصب تحكيمي وعنده مشكلة مع أي حد جه بعده يطلع يقول الكلام ده، لأن ده تشويه للكرة المصرية بالكامل. وأنا بقول لو أي حد قال أي كلام زي ده كان هيتقال إن ده كلام غير مسؤول وإن ده تعصب وإن ده كارثة وإن ده ما ينفعش يتقال. وأنا بشوف إن هو فعلا كلام غير مسؤول بالمرة إن يتقال. أنا مش هينفع أقول مين اللي جاب لا، أنا حتى إعادة الكلام والكلام اللي أنتوا سمعتوه كلام فعلا في مشكلة كبيرة جدا، والزج بالمنظومة كلها بالنوع ده من التصريحات لمجرد إن أنا عندي مشكلة إن أنا مشيت أو إن أنا كل شوية مش عايز أرجع، أصل أنا التحكيم المصري وطول الوقت بضرب في التحكيم المصري، مش عايز أسيب اللي موجود يشتغل، ما بفكرش أساعد اللي موجود، ثم أحاول أهدم المعبد كله بتاع التحكيم المصري والرياضة المصرية عشان خاطر أنتصر لنفسي. أعتقد الكلام ده كان خطير جدا، أعتقد الكلام ده يستحق وقفة مع اللي قاله، لأن لا ما ينفعش أبدا يمر مرور الكرام أبدا، لأن فعلا 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 الكلام فيه مشكلة. نيجي بعد كده لكابتن عصام عبد الفتاح، هل اكتفى بأنه هو يحاول يشوه منظومة الرياضة المصرية ويحاول يطلق هذه التصريحات؟ لا، كمان أيضا هو عنده مساعي واضحة لتشويه تجربة كلاتنبرج ثم الضرب في تجربة بريرا بشكل واضح وصريح. نطلع نسمع عليه. حقيقة عشان أكون صادق معاك، لكن مين يحاسب مين؟ لا، هو انا يا ابراهيم لما اغلط مش اعترف بخطئي واصلحه؟ صح. ولا اصمم على خطئي عشان اقول ان قراري كان صحيح؟ للاسف ما فيش حد بيعمل كده في الرياضه في مصر بشكل كبير. اللي بيغلط عمره ما بيعترف، عمره ما بالعكس بيصمم على خطأه عشان ما حدش يحاسبه. يعني ده بالعكس، احنا هنحترمك اكتر لما تاخد قرار خطأ وتصلحه. انت بتصلحه لصالح التحكيم المصري او لصالح كره القدم المصريه، وفي النهايه انت بتصلحه كمصري لصالح التحكيم. القصة كبيرة، ولكن ربنا يعمل في الخير في القادم إن شاء الله. لكن في عصر كلاتنبرج المبلغ اللي كان بياخده ما كانش بياخده أي خبير تحكيم في العالم كله، في العالم حتى في السعودية.
حتى في السعوديه. بيريرا افضل من كلاتنبرج ولا برضو التعاقد معاه جريمه؟ بص احنا خلينا، هو الراجل اديله 4 شهور والراجل قال انا لسه بتفرج وهبدا من بدايه الموسم، خلينا نشوف نديله الفرصه وبعد كده نحكم يا ابراهيم، لكن عشان نحكم دلوقتي هيبقى صعب، هيبقى صعب. فان شاء الله القادم يكون افضل يا ابراهيم، بس يا ريت نواجه نفسنا ويا ريت نصلح من اخطائنا، ويا ريت اللي اخطا فيه اي قرار اثر بشكل كبير على دولارات مهوله اتصرفت بدون وجه حق يا ريت يراجع نفسه، لان دي بلدنا. طيب هو لان دي بلدنا لازم نقول يا كابتن عصام، انا لو حد خبير اجنبي راتبه يعني يمكن في السنه كلها مش هيجي عقد لاعب واحد محترف في اي نادي في الدوري المصري اجنبي، يبقى هنا صدقني القصه مصلحه الكوره اهم بكتير جدا، لان انت مش حاطط رقم او حاطط حسابات تخل بفكره ارقام مش موجوده اوريدي في مسابقه الدوري المصري، سواء في تعاقدات لاعبين او مدربين او حاجات كتير جدا. ولكن المشكله الاكبر هي فكره ان انا اقول ان الناس ما بتعترفش بخطأ. يا كابتن عصام، هو انت اكتر واحد شفته في حياتي كان مسؤول عن منظومه التحكيم المصري لم يكن ابدا يعترف باخطاء. روح البروتوكول، تصميم ان ده جزء من القانون، ثم زي ما قلت لعبه اخرى في مباراه الاهلي والزمالك بنفس الشكل وبنفس الحيثيات ما تطلعش تتكلم فيها خالص. ليه؟ لان لو انت اتكلمت فيها هتقر ان كلامك اللي قبل كده كان خطا. محمود عاشور واللعبه الشهيره بتاعه بيرسي تاو، دفاع مستميت عنه. احتواء، دفاع مستميت عن محمد عادل. انت كنت اكتر واحد لا تقر ابدا باخطائك ولا تعترف ابدا باخطائك. ثم استمرار نغمه كلاتنبرج كان غير مؤهل. انا عشان احاسب اتحاد الكره المصري كراي عام لازم افكر، هو كلاتنبرج ده راجل لسه مثلا بعد ما بطل تحكيم ملوش اي تجارب في اداره التحكيم او الاشراف على التحكيم في اي دوري، وانا رحت جايبه هنا احط 100 علامه استفهام. امتى علامه الاستفهام بتحصل؟ لما حد ياخد قرار هو بالنسبه لك سياقه غير منطقي. واحد لسه مخلص تحكيم ملوش اي تجارب، فرحت انت جايبه الدوري المصري في وقت انت عندك ازمه ومحتاج خبرات، ورحت مديله راتب عالي. هنا اقول في 100 علامه استفهام. انما لما اجي اشوف كلاتنبرج كان موجود في الدوري السعودي كمسؤول عن لجنه الحكام، يبقى الراجل ده موجود في دوري من اكبر الدوريات في الوطن العربي. دوري هو الاغلى من حيث الارقام في الوطن العربي. وعلى فكره انا ما بتكلمش كمان على دلوقتي، هو وقتها اصلا على مستوى التعاقدات وعلى مستوى اجمالي النفقات كان هو الاغلى في الوطن العربي. يبقى طبيعي الدوري السعودي لما كان راح يستقدم خبير تحكيم لرئاسه لجنه الحكام وجاب كلاتنبرج وهو لديهم الامكانيات انه يجيب اي حد، يبقى معناه انه راح جاب ايه؟ حد عنده كفاءه. هو الدوري اليوناني اللي هو ايضا دوري لو هقارنه بالدوري المصري من حيث حجم النفقات اللي فيه هتلاقيه دوري قوي، ما تقدرش تقول ان هو بعيد، انت مش جايب حد من دوري اضعف من الدوري المصري، وكان ايضا كلاتنبرج موجود. يبقى حتى فكره الطعن في الزمم والطعن في الناس والطعن في كلاتنبرج وكانه لم يكن يستحق، وكان الناس جابت واحد قاعد في البيت وخلته رئيس لجنه التحكيم، كل سياقات الكلام غير منطقيه. وانا هنا اخذ ايضا على الحوار. تمام، انت بتجيب حد هيقول تصريحات او ضيف هيقول تصريحات، ولكن انت في دور للمتلقي ان انت تطرح اسئله او تتبنى دور في طرح وجهات نظر، ان ده برضو لا ده الراجل ده ليه سي في كذا كذا. انما اطلاق العنان للضيف بان هو يقول بعض الامور الغير منطقيه، وانا اترك المشاهد اللي هو ياخد الكلام ده ويقابل الكلام ده بنقص معلومات، وانا في موضعي مفترض عندي المعلومات، انا ايضا عندي تحفظ كبير على ده، لان الحوار كله كان عصام عبد الفتاح بيعزف منفردا عشان يوصلنا اسامه في قناعات هو الوحيد اللي مصدقها. ما يمكن في حد تاني مصدقها. الكابتن عصام عبد الفتاح هتشوفه من الفيديو ده اللي جاي، يعني هو مجموعه فيديوهات الحقيقه وتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح لو وقفنا عندها هنشوف قد ايه التحكيم المصري بمجرد وجود اسم الكابتن عصام عبد الفتاح كان بالفعل بينزل لتحت وتحت جدا. فتعالوا نشوف التصريح ده عشان عندنا تعقيب اخر مهم جدا على تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح. لما كنت حضرتك موجود رئيسا للجنه الحكام
كنت محل انتقاد كبير بالنسبه للجماهير، وكان فيه مطالب ان هو يكون فيه خبير اجنبي يطور التحكيم. تقدر تقول لي بتجرد تام الحكام عندك ياخدوا كام من 10؟ وقت كلاتنبرج ياخدوا كام من 10؟ وقت بيريرا ياخدوا كام من 10؟ بكل امانه وبكل صدق. بص يا ابراهيم، اديني اجابه يا كابتن عصام. انا دلوقتي بقرا القصه تمام، ومش راجع للقصه تاني. ما انا فاهم يا كابتن عصام، اديني اجابه. انا للاسف لان الناس ما كتيرة ما اقصدش بقول ما بيفهموش، ناس كتيرة تجهل يعني ايه تطوير التحكيم، صدقني واجهلوا التحدث في ملف التحكيم. في عهدي انا، واسال اي حد في مصر من الناس الامناء اذا كان من الحكام او من القدام، كان افضل عصر لتطوير التحكيم. عيب ان انا اقول هذا الكلام، ولكن معلش بقى انا بره. احنا كلاتنبرج ايه يا راجل؟ يا راجل كلاتنبرج كان بيقعد 3 ايام في الشهر. يا راجل ده كان قمه الاستهزاء بكره القدم المصريه. كلاتنبرج كان متعاقد مع اليونان وقاعد معاك، ومتعاقد مع نادي مش مع لجنه الحكام اليونانيه. كلام صعب كتير، ولكن اقول لك ايه؟ ما تبقاش محاضره واحده تدريب عملي، تتكلم ازاي؟ ده احنا لو بلاد الواقع مستحيل ده يحصل. انا بتكلم عشان انا بقول للناس كلها، انا حكامك ياخدوا كام من 10 في وقت وجودك؟ في وقت وجودي ياخدوا 8 تحكي. من 10. وقت كلاتنبرج ياخدوا كام من 10؟ يعني التقييم يكون صعب في وقت كلاتنبرج، ما يعدوش السته بمجهود فرد منهم هم. هو ما عمل لهمش حاجه، ما قدم لهمش حاجه. ما عملش حاجه يعني، كتر خيرهم ما اقدرش الومهم. بعد الاربع شهور بتوع بيريرا يوصلوا لكام؟ عدوا السبعه ولا لسه في السته؟ لا لسه، لان هو الراجل ما تدخلش لحد دلوقتي. ما اقدرش احكم عليه، ما تدخلش. هو قال ان انا جاي اتفرج الفتره دي وابدا من بدايه الموسم. بص، التصريح ده تحديدا بيوضح لك ان ازمه عصام عبد الفتاح كانت في ان كلاتنبرج اتى ليطيح بيه من منصبه. عنده أزمه مع حد أطاح بيه من منصبه بوضوح شديد جدا في تقييمه لتجربه كلاتنبرج. أولا قال لك إيه؟ وأنا بستغرب إن ممكن حد يلتمس في الكابتن عصام الفتاح، مع كامل احترامنا لكل الشخصيات، فكرة التجرد التام. مستحيل يكون في تجرد عند الكابتن عصام عبد الفتاح. طيب الكابتن عصام الفتاح رد قال لك إيه؟ قال لك بص، أنا بره المنظومه ومش راجع تاني، بما يعني إن ما تسألنيش عن تجربتي أنا. فالمفترض يا كابتن عصام تقول التجربه الخاصه ب التحكيم وارقام التحكيم في عهد كلاتنبرج وبريرا. لا، قال لك انا 8. طب بالنسبه لكلاتنبرج؟ قال لك 6، والسته دول بمجهودهم. يعني ايه بمجهودهم؟ يعني مش بتدخل من كلاتنبرج. طب على الاقل كنت تقول مكملين 8 بالمجهود وبالقوه الدافعه اللي انا اديتها لهم في التجربه بتاعتي، لكن شافهم مع كلاتنبرج 6. ماشي. طب مع بريرا ما راحش بقى لمين كان بيدير التحكيم في الفترة دي؟ ان هم طاقم تحكيم او لجنة حكام مصريين ما راحش. ليه؟ لان كده هيتعارض مع ثقافته ومع توجهه. فقال لك ايه؟ هو بريرا اشتغل لسه؟ الراجل 4 شهور لسه وطلع قال ما اشتغلش. تقبل ده ليه؟ هل عشان تم الاستعانة بيه من قبل الاتحاد الدولي ان هو يدي محاضرات في وجود بريرا؟ يعني ليه تقبلت ده؟ ازاي انت كنت رافض تجربة كلاتنبرج من قبل ما يجي، ومع تجربة بريرا رافض ان انت تنتقد او تتحدث حتى عن راتبه بالدولارات خلال 4 شهور ما بيشتغلش وبياخد راتبه؟ ما اتكلمتش ليه؟ لان تجربة كلاتنبرج اتت على حساب الكابتن عصام عبد الفتاح. اتت بعد ما كل تحدث عن فشل منظومة التحكيم المصري بوضوح. لما طلع اعضاء اتحاد كرة القدم برغم ميولهم وانتمائهم لنادي اخر زي كابتن حازم امام، طلع بوضوح وقال لك عندنا ازمة في التحكيم، وكان حريص على ان كلاتنبرج يكون موجود. فالقصة باختصار شديد، الكابتن عصام انا يا فيها يا اخفيها، يا انا موجود يا الفوضى في التحكيم. واصدر لكم كل التصريحات العبثية اللي انتم بتسمعوها مني دي على منظومة التحكيم، وانا الوحيد اللي بقدر اوصل بالتحكيم لافضل مستوى تطوير. قال لك اسأل خبراء التحكيم، اكيد هنأتي لسؤال خبراء التحكيم، لكن هنسأل كابتن عصام فتاح نفسه. وكابتن عصام عبد الفتاح في خلال ادارته يا فارس للتحكيم اعتقد سمعنا تصريحات وحاجات، لانه بيقول لك ايه؟ انا مش هقول لك الناس ما بتفهمش في القانون، الناس بتجهل. طب ادينا انت العلم يا كابتن عصام. العلم بتاع كابتن عصام عبد الفتاح مبدئيا يا جماعه غير اللي قاله كابتن عصام عبد الفتاح وقلناه وهنستعرضه، هو في منطق غريب جدا. ان انت بتشوف ان تجربه الحكام معاك كانت 8 من 10، سيبك بقى من كلاتنبرج والمقارنات اللي بيسيطر على كابتن عصام عبد الفتاح حاجه فيها واحده بس،
مش كمان بس اللي اسامه قاله، ان هو فكره ان هو يعني شايل في نفسه قوي فكره ان هو ما كملش الموسم. على فكره ما كملش الموسم، وبعد قصه محمود عاشور والازمه اللي حصلت، وانا بقول لكم دفع دفعا للاستقاله، اللي هو يبقى الشكل حلو بس، اوعوا تصدقوا فكره ان انا همشي عشان مصلحه التحكيم، لان ده هو عايز الناس تنسى الحدث ده وتنسى الاحداث دي، وتفتكر ان انا هحط لك في ذهنك ما انا هيجي يوم تاني الناس تنادي بيا، فعايزها تيجي ازاي؟ ان الناس تنسى السياق اللي كان حاصل، ازمات ومحمود عاشور والنادي الاهلي وصل انه يهدد ان هو مش هيلعب بطولات محليه، وكل اللي وصل منظومه كره القدم المصريه فيه بيحاول ينسيك ده، بيحاول يشيل من دماغك ده، فيبدا يحاول يوديك لحدث تاني خالص ويقول لك انا كنت 8 من 10. 8 من 10 ايه؟ 8 من 10 بأماره ايه؟ بأماره احتواء هنتكلم فيه وروح بروتوكول ومحمود عاشور ومصطفى مدحت وكمل الاحداث اللي شفناها الكارثيه وفيها شفار بتتشد عشان الناس تعمل وتشرب شاي، بأماره ايه 8 من 10؟ طب سيبك، الناس هنا ظلماك، ده انت عالمي واحنا مش مقدرين عبقريتك. طب تعالى بقى الناس بره، حكامك ال 8 من 10 دول لما تحط 10 ماتشات يا اسامه 5-5 في تصفيات الوصول لكاس العالم المونديال الجوله الحاسمه، خمس مباريات ذهاب وعوده يبقى 10 مباريات ما بين الفرق المتنافسه، مفيش حكم مصري واحد، فضيحه، مفيش حكم مصري واحد. طب ال 8 من 10 دي ايه؟ امال لو 10 من 10 الحكم المصري هيدير نهائي المونديال بقى كاس العالم بين المنتخبات، ما 8 من 10 ومفيش حكم واحد في العشر مباريات، سيبك من مباراة مصر. يعني أنت بتتكلم في 8 مباريات. مفيش حكم مصري واحد. و8 من 10، ما هو يا جماعة الكلام مفيش حد بيرد عليه، ودورنا هنا في خط أحمر وفي قناة النادي الأهلي، إن إيه؟ إيه هو الخط الأحمر؟ مش الأهلي بس، الافتئات على الحقيقة وتغيير الحقيقة ومحاولة إن الناس تنسى. وعشان الناس ما تنساش، تعالوا نفكركم بعهد التحكيم وعصر التحكيم، والثمانية من عشرة كان كابتن عصام عبد الفتاح آراءه وقتها بيقول إيه، والجمل اللي كنا بنسمعها في وضع التحكيم المصري وقتها كان إيه. نطلع نشوف قصة الاحتواء. يعني موضوع الاحتواء هو ده اللي عمل برضو نوع من أنواع اللغط الشديد جدا، إنه الناس مفسراها بشكل إنه هناك مجاملة تمت. لو في مجامله تمت، كلمه الاحتواء يا كابتن شوبير قد يقصد بها السيطره على المباراه، انه يحتوي كل من في المباراه عشان يقدر يسيطر على المباراه. حاجه اسمها ماتش مانجمنت، ازاي يدير المباراه. ده حاجه في علم، اهم محاضره في التحكيم هي دي. الناس تيجي تسمع معانا وتيجي تحضر معانا وتشوف ايه اللي بنقوله للحكام، ده علم يا ناس. طب انا هقول ايه؟ انا بتكلم بما يرضي الله يا كابتن شوبير. اداره يعني ايه؟ الحكم زي الدكتور يا كابتن شوبير، لما يلاقي درجة حرارة المباراة بتعلى هو بيحاول يمتص ده، بيحاول لأن لو هو علي مع درجة حرارة المباراة خلاص هيبقى الأمور هتخرج عن السيطرة. يعني المفروض أنت اللي تعقب على الفيديو. المفروض والله الحتة اللي أنا بحبها درجة الحرارة، ممكن يعيدها تاني الحتة اللي أنا بحبها دي. جماعة يعني دائما إعطاء صفة الشرعية وصفة العلم وصفة المنطقية لأمور هي غير منطقية وغير علمية، ده بيكون أسوأ حاجة في الدنيا. يعني إيه؟ يعني أنا أقول مصطلح زي ماتش مانجمنت، عارفين معنى الكلمة الحرفي إيه؟ مانجمنت هي الإدارة، إدارة المباراة. فهو يقول ده احتواء المباراة، والفرق كبير جدا. الإدارة هي حسن اتخاذ القرارات وهي التصرف وفقا للوائح وقوانين منظمة للتحكيم. لما تفتح التحكيم هتلاقي آه طبعا الماتش مانجمنت ده حاجة من أهم حاجات الحكم، إن هو إزاي يدير المباراة. ولكن الاحتواء ده رغبة، الاحتواء هو إرادة، الاحتواء هو دافع إضافي بيدخل بيه الحكم بعكس القوانين. ده مفهوم الاحتواء، يحتوي الشيء اللي هو يمتصه، يحتوي الشيء إنه يبقى عنده إرادة فيه شخصية مش قانونية. القانون ما فيهوش احتواء، القانون ما فيهوش زينة، هي كده، القانون ما فيهوش احتواء. يعني نتحدى لما بيتقال ده علم يا ناس، نتحدى هنا ان حد يجيب كلمة او مصطلح احتواء
او مصطلح ان الحكم يكون عنده اراده بخلاف لائحه وقانون ويقول عليها خالص اطلاقا، لان دي رغبه اضافيه ان الحكم لا مش مفروض. انما مانجمنت هي اداره الشيء للتحكيم وفقا ليه يا اسامه؟ انت هتدير وفقا ليه؟ لقانون. انما الاحتواء رغبه، فالفرق ما بينهم يعني نقيضين. القانون ليس رغبه. ينفع انت بما انك بتتكلم على التشبيه، وانا ارفض طبعا الحكام لهم كل احترامهم، ولكن انا دايما ارفض تشبيه التحكيم او الحكام بالساده القضاه الاجلاء. مع احترامي وظيفه الحكم مختلفه تماما عن وظيفه القاضي، ولكن هل ممكن حد عنده تشريع وقانون ياخد بخلافه ويقول اصل انا بحتوي او انا شفت؟ مفيش كده. لا، في نقطه كمان يا فارس في التوقيت. توقيت اداره المباراه بيبدا من اول دقيقه، اول ما المباراه من قبل ما المباراه تبدا، وانت كدورك كحكم بتدير المباراه، واداره المباراه بتبدا من اول. الاحتواء ده سمعناه امتى؟ هي بتوصل 3-0، لان الكلمه دي طلعت والزمالك اللي انتهت 5-3، ان طلعت 3-0. طلع قال انا قلت الحكام المساعدين والتقنيه الفيديو حان وقت الاحتواء واحتواء المباراه. قالها امتى؟ قالها هو بيسمع عادي جدا من حارس مرمى نادي الزمالك وقتها ابو جبل، وهو بيقول له انت عايز المباراه تخلص لحد كام؟ ده نوع من انواع التشكيك في نزاهه الحكم. التشكيك في نزاهه الحكم في القانون ايه؟ المفترض الحكم يطلع الكارت الاحمر. طب الحكم ما طلعش الكارت الاحمر، ده ما اسموش احتواء. ده اسمه مساعده المنافس على الاساءه للحكم. عشان كده لما اتكررت في مباراه ثانيه مع لاعب من الدرجه الثانيه وحارس من الدرجه الثانيه في مسابقه كاس مصر، وطلعت صوت وصوره على التلفزيون والحكم المساعد سمعها، وهو برضه بيقول له عايز المباراه تخلص كام، ما حدش يقدر يحاسب الحكم. ليه؟ لان هو ده اللي استفدناه من عصر كابتن عصام فتاح. يعني كابتن عصام فتاح بيكلمنا كعصر بطليموس الاول، انا داخل اتكلم عن عصر الكابتن عصام عبد الفتاح في التحكيم ومكبر القصه جدا، وتيجي في النهايه يقول لك اصل الحكم ده زي الدكتور، والمباراه دي لما حرارتها بتسخن اديله خفض حراره. ده العصر بتاع كابتن عصام عبد الفتاح. يعني كميه تصريحات لازم نقف عندها الحقيقه، ومش لازم احنا بس نقف عندها، لازم صناع الكوميديا في مصر يقفوا عندها. يا جماعه في موهبه انتوا لازم تاخدوا بالكم منها. في موهبه تلقائيه. في ارتجال بيحصل على المسرح بتصريحات وجديده وافيهات جديده. يعني لازم صناع السينما صدقوني هتريحوا كرة القدم المصرية بشكل كبير جدا. يعني اتعبوا انتوا شوية، بس احنا عايزين نرتاح يا جماعة في كرة القدم الحقيقة. خلونا نطلع نشوف تصريحات تانية من عصر الكابتن عصام عبد الفتاح التحكيمي. خفيف الحقيقة الموضوع ده وللأسباب هتكلم بكل صراحة. الناس اللي ما معهاش رخصة فار ما ينفعش انها تحاضر، ما تنفعش انها تقلل تحت الفار. تمام. القصه في ايه؟ ان البعض الحقيقه، لان الفار ده يعني بقى علم دلوقتي، والبروتوكول بقى ليه مفاهيم كتيره، وفي تغييرات في البروتوكول بشكل كبير، زي ما موجود في القانون السبيريت اوف ذا جيم، روح القانون موجود في البروتوكول، روح البروتوكول. فالنادي لازم تعمل ابديت. تمام. انا ما بقولش ده صح وده غلط. هنا الهدف غير صحيح بتطبيق القانون. تمام. واحدة معلش يا كابتن، عشان نتعلم بس واحدة. حضرتك دلوقتي بتقول الكرة دلوقتي رامي ما جه حطها ما ثبتهاش. ايوه، هنا ما ثبتهاش. هنا طبعا ده ضد القانون مليون في المية. تمام، ده ضد القانون ان الفار يتدخل ويرجع الحكم. قانوني في اي هدف في روح البروتوكول. عاوز اقول لك حاجة مهمة يا سيف، ما ينفعش انا ابقى مهندس وقيادة، يعني لازم يبقى معايا رخصه الفار عشان اقدر احلل صح واتكلم صح. تمام. انا مش ضد حد، بالعكس. تعالى انا قلت لهم نعمل دورات ونثقف نفسنا ونعمل ابديت لمعلوماتنا اول باول. تمام. اذا النهارده القانون بيسمح للبروتوكول ان يرجع اللقطه تاني، صح كده؟ روح البروتوكول يرجعها لفين بقى يا كابتن؟ روح يا شيخ، روح البروتوكول. طبعا ده لو شفتوا التصريحات اللي بتطلع خارج اطار المألوف هتلاقيها دايما مرتبطه باخطاء تحكيميه ضد النادي الاهلي. ليه؟ لان انت لو اتكلمت بالقانون لازم تقول ان في خطا تحكيمي حصل ضد النادي الاهلي. يعني لما تيجي تقول المباراه الحكم زي الدكتور والمباراه لما بتسخن يديله خافض حراره، طلعت فين؟ طلعت
في احتساب ركله جزاء اختلف عليها اصلا محمد عادل مع كابتن عصام فتاح. واحد قال شوف شده من الفانيلا ازاي، والتاني قال اصلا اديتها على ايه؟ عرقله، اللي هي كانت عرقله حمدي فتحي لعلي معلول. ما عايزين نداري على اي حاجه، فيطلع التصريح بتاع الاحتواء. تعالى لكره هدف ما ينفعش يتدخل فيه تقنيه الفيديو على الاطلاق، لان ده اسمه استمرار لعب. فده شغل واضح لحكم الساحه. اتورط فيه امين عمر لما كان حكم ساحه، وطلع للحكم تقنيه الفيديو واحتسب او الغى هدف منتهك بضربه التعادل. فالكابتن عصام عبد الفتاح هيقيفها ازاي؟ فطلع بروح البروتوكول. وطبعا الكابتن عصام عبد الفتاح هيطلع يقول ان احنا مش هنفهم حاجه وملناش في التحكيم، وما ينفعش يا سيف نجيب مهندس ونشغله حاجه تانية. وتقريبا الكابتن عصام فتاح داير على كليات القمه كلها، دكتور لمهندس. لكن اكيد احنا لو رحنا لخبراء التحكيم هيقولوا كلام افيد من الكلام اللي قاله الكابتن عصام. والله يا كابتن عصام اتعبت من بعدك، يعني القصه بصراحه يا جماعه صعبه جدا. يعني اربطوا قصه روح البروتوكول بالرد اللي هنجيبه ده باساس اللي احنا قلناه، اللي هو ايه؟ التحكيم كان وصل 8 من 10، واسال اي حد من خبراء التحكيم اللي موجودين وقتها هيقول لك ده افضل عصر في تطوير التحكيم. انا حسيت اقول ده عصر الاسره الثانيه اللي هو عند القدماء المصريين، اللي هو عصر وضع اسس الحضاره المصريه القديمه. يعني هو ناقص يقول انا العصر ده اللي علمتكم فيه تحكيم. طب تعالى نشوف الخبراء، وهنرد بخبراء مختلفين بدايه من اللعبه اللي كان اسامه بيتكلم عليها بتاعه روح البروتوكول، ثم نشوف. عندنا 3 خبراء تحكيم هما الاشهر وهما اللي موجودين على الساحه يعني، وطبعا كثير من الخبراء الاخرين، ولكن احنا بنتكلم عن قنوات مفترض ان هم خارج قناه الاهلي. نشوف اول رد كان من بدايه لعبه روح البروتوكول، وادي معانا اول واحد كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ايه عن العصر الذهبي للتحكيم المصري وادارته. سؤال مباشر، اللقطه كل مصر شافتها، هذا الهدف صحيح ام لا؟ هذا الهدف الذي تم الغائه للنادي الاهلي صحيح ام لا؟ يعني اعتقد ان كل اراء احنا سمعناها والاجماع على راي واحد بس، ان حكم الفار ما كانش يجب عليه ان هو يتدخل في الحاله دي، لان دي مش من واجباته، وان بروتوكول الفار نص على الحالات اللي يتدخل فيها حكم الفار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها عن التدخل. طيب للاسف هو طبعا ما كانش موفق وتدخل فيها حكم الفار وخلاص يعني، ولغى الجون، وطبعا الالغاء غير صحيح يعني. هل هناك ما يسمى، دايما احنا بنسمع روح القانون، هل هناك ما يسمى في كرة القدم بالبروتوكول وروح البروتوكول؟ هل كده؟ هل في حاجة اسمها كده ولا لا؟ طيب في كتاب قانون بيتكون من 17 مادة، وبعدين في حاجة اسمها مصطلحات وتعريفات وفهرس وكل الكلام ده. من ضمن كتاب القانون في جزئية موجود فيها حاجة اسمها روح القانون، ودي مكتوبة وخلاص وأصبحت من ضمن الكتاب. البروتوكول لما اتضاف ودخل تقنية الفيديو خلاص موجودة واتحطت برضو في الكتاب. فأي مصطلح أو أي كلمة بتطلع لازم تكون مكتوبة في الكتاب. يعني الحمد لله أعتقد أننا متابع، أعتقد أننا محاضر، ما سمعناش قبل كده عن حاجة اسمها روح البروتوكول. سمعنا عن روح القانون إنما روح البروتوكول تحديدا لا، مفيش. وإلا كان هيبقى في روح المادة الأولى وروح المادة الثانية وروح المادة الـ17. يعني خلينا كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي عادة ما بيطلقش هذه الإفيهات قال لك أنا دورت في الفهرس، دورت في الصفحات، الجلدة للجلدة، رحت شفت مفيش كلمة روح البروتوكول. وآدي ده واحد من الخبراء اللي أنت قلت اسأل أي حد من خبراء اللعبة هيقول لك 8 من 10 أفضل عصر لتطوير التحكيم. أنا قلت خلاص يعني أمين عمر ده أدار 2 نهائي كأس عالم وإحنا مش عارفين. يعني حكامنا كانوا حكام النخبة في أفريقيا مع كابتن عصام عبد الفتاح، نفسي ألاقي دليل، يعني نفسي ألاقي أمارة بنتكلم بيها بورقة وقلم. الراجل قال لك مفيش، ولو إحنا هنعمل كده نعمل روح المادة الأولى، روح المادة الثانية، روح المادة الثالثة، روحنا اللي هتطلع. يعني يا جماعة والله العظيم الكلام ده مهم جدا عشان ما حدش يغير الأحداث اللي كلنا عشناها ويخلينا ننساها، لأن دايما التصريحات دي بتعتمد على ذاكرة الناس، إن بتعتمد ان انت مع الوقت بتنسى. واطلع اقول كنت 8 من 10 وافضل عصر لتطوير التحكيم، هوب مشيت بريرة، هاتولنا بقى كابتن عصام عبد الفتاح تاني ونرجع
نعيد الدوريات اللي دايما مرتبطه بوجود رئيس لجنه حكام معين. شيء غريب جدا، يعني مصادفه غريبه، بيتبدل ناس كتير، ولكن في السنوات الاخيره في حد معين الدوريات بتضيع من الاهلي في وجوده. ازاي؟ انا مش عارف. لا، والغريب كمان ان الكابتن عصام لو كان اسس لحاجه فهو اسس للمدرسه القديمه اللي بتقول لك العبور بالمباراه لبر الامان، فروح البروتوكول دي اسسها الكابتن عصام عبد الفتاح. لان الحقيقه في مباراه الزمالك وغزل المحله الموسم الماضي ده حصلت نفس الحاله، حكم المباراه كان حق احمد الغندور وصفر بالغاء هدف سجله نادي الزمالك من استمرار اللعب من ضربه حره مباشره غير مباشره، الكره لم تتحرك بكامل استدارتها فسجلها احمد سيد زيزو، فاحمد غندور لغى الهدف. المفترض حكم المباراه صفر ولغى الهدف في قصه متعلقه باستمرار اللعب، لم يكن من القانون ان يتدخل حكم تقنيه الفيديو، لكن عشان مدرسه كابتن عصام عبد الفتاح مؤثره في الاخطاء التحكيميه تدخل حكم تقنيه الفيديو وحسب هدف لنادي الزمالك. واعتقد لو كانت الالوان مختلفه كانت القرارات هتبقى مختلفه. طيب الكابتن ياسر عبد الرؤوف من خبراء التحكيم اللي استشهد كابتن عصام عبد الفتاح وقال لك هاتولي خبراء تحكيم، فطلع الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو يعمل في قناه نادي الزمالك بعيد تمام البعد عن قناه الاهلي، ومش بنجيب اراء الكابتن نصر عباس عشان ما يقولش اصل هو بيعمل في قناه النادي الاهلي، مع ان الراجل له يعني مواقف واضحه ان هو بيتكلم قانون فقط لا غير. هنروح كمان لخبراء التحكيم اللي منهم الكابتن احمد الشناوي اللي اشاد بيه الكابتن عصام عبد الفتاح في مداخله الامس مع الزميل ابراهيم فايق وطبعا الكابتن سمير عثمان. نسمع بقى راي خبراء التحكيم في عصر الكابتن عصام عبد الفتاح التحكيم. مستمر في الشد، تمام، مش مساكت، مستمر. وبعدين التاني عايز يهرب منه، زميله التاني امزقه. طب ودخول بقى لعيب رقم 24، ما هو ده، ما ده اللي بقول لك، اللاعب التاني اللي هو تم دافع للاعب، يعني انا عايز ركله جزاء، يعني بص الفانيلا طلعت لحد فين. يعني الشد، اللعيب بيجري والفانيلا بتتشد بالشكل ده، انت عايز تقول لي الفانيلا هنا كده وبالطريقه دي؟ بس انت عارف النقطه اللي يعني الشيء طبيعي ان معروف ما يحسبش، وشيء طبيعي ان الحارفي ما يحسبش، انما المش طبيعي الخبير اللي قال انها ركله، انها مش ركله جزاء. ما هو ده خبير في ايه؟ صعب قوي. هتيجي تقول الاوف داي امبارح بالنسبه للتحكيم كان يعني اوف داي، وده وارد، لكن المساله طبعا كلها جايه يعني زي ما تقول بتخبط في حته واحده. انت فاهم ازاي؟ في اتجاه واحد. فطبعا ردود الافعال اللي انت شايفها، يعني في عصر الكابتن عصام عبد الفتاح عمل حاجتين، على روح الكوميديا عند حتى خبراء التحكيم لدرجه ان الكابتن سمير عثمان قال لك خبير في ايه؟ اصل الكابتن عصام عبد الفتاح طلع في ركله الجزاء الواضحه دي لفريق سيراميك كليوباترا وقال يا جماعه ده انا سالت خبير تاتا تاتا في الفيفا والخبير قال ان مفيش اخطاء تحكيميه وان اللعبه سليمه. فالكابتن عصام يعني سمير عثمان قال لك انا ما عنديش مشكله، الحكم ما شافش، حكم تقنيه الفيديو ما شافش، لكن انا عندي مشكله ان في خبير تحكيمي قال ان الكره دي مش ركله جزاء. ده خبير في ايه؟ خبير في حته. يعني الكابتن عصام فتح بيعلي سنس الكوميديا. فالساده صناع السينما عندنا موهبه جامده جدا متفجره في الكوميديا لدرجه انها كمان بتعدي من يعمل في المجال وبيعلي الحس الكوميدي داخل المجال. على الجانب الاخر الحس الكوميدي ده والاخطاء التحكيميه دي دفعت برامج توك شو زي الكابتن الاستاذ سامر امين ان هو يستعين براي خبير تحكيمي على اساس ان الحاله فيها انتشار. فانتوا يا جماعه معاكم ثروه، ثروه وجوهره محتاجين تزيلوا من عليها اثار التحكيم المصري وهتكسبوا كتير جدا في صناعه السينما. انا عايز اقول لك وقتها كان كل برامج التوك شو اللي مش رياضي بتتكلم في التحكيم من كتر الازمات اللي كانت حاصله. انا كنت حاسس ان ناقص ريهام سعيد بس تجيب الحكام، اللي هو تعالى انت عملت كده ازاي يا جماعه. المشهد كان كارثي، المشهد كان يعني، وتخيل كابتن عصام عبد الفتاح كانت بدايته في الكلام ان مشكله التحكيم المصري ان محدش بيعترف بالخطا. يا نهار اسود، ده ايه الجبروت ده؟ يعني كانت مشكلته بعد كل اللي بنعرضه ده ان محدش بيعترف بالخطا. توك شو مش رياضي، ازمات من الانديه، بيانات ما عدا نادي واحد، يعني مش بيانات، مش ازمات انديه، كان في نادي واحد وبيانات نادي واحد لا بيشتكي ولا بيعترض ولا بيقول اي ازمات ولا اي حاجه، بل بالعكس ده دي قصه اكيد مفهومه يعني. كل الانديه الاخرى، كل البرامج، كل الناس بتتكلم في التحكيم وازمه التحكيم. حكام الثمانيه من عشره اللي قال عليهم هم الثمان ماتشات بتوع التصفيات اللي ما فيش حكم مصري فيهم. ولكن ارجع بقى وافتكر محدش بيعترف بالخطأ.
ثم جبنا الناس والحكام الكبار في التحكيم المصري المحللين وهم بيقولوا كوارث في رأيهم في فترة كابتن عصام عبد الفتاح. تعال بقى شوف كابتن عصام عبد الفتاح اللي بيعترف بالخطأ كان رأيه في الناس دي ايه. نطلع ونسمع ونرجع نعقب. الجميع مسؤول على ما هو فيه التحكيم المصري. واللي بقوله ده كلكم جواكم هو صح. واحد، عندنا محللين ما بيعرفوش يحلوا التحكيم، ما اقصدش الكباتن اللي فهموا غيرهم. لا لا، في ده في دلوقتي اكتر من 12، ده في ناس على الفيسبوك وناس على اليوتيوب وناس في قنوات اخرى. خلينا نتكلم بامان، في ناس محترمين يعني كتير بيشيلوا التحكيم، الناس دي التحكيم المصري. هي حاجات كتير، ولكن انا ما يهمنيش ان حد بيحب ده بيكره ده بيهاجم ده عاوز مكان معين فبيهاجم ايا كان ده ما يهمنيش ولا بيلفت نظري. ولكن من الصعب ان انت في البيت هتربي ابن حضرتك على شيء ويطلع يواجه حاجه ثانيه. بمعنى ان احنا بنعلم الحكام شيء ويجي يشوف في التلفزيون يعني اكتر من حاجه، ممكن يشوف الصح ويشوف الغلط. طب هو هيروح فين؟ يعني هو اللي هيعلمه. كابتن عصام عبد الفتاح وقتها طلع اتهم الناس اللي بتتكلم في التحكيم، مش بس بقى برامج لا لا لا، حتى خبراء التحكيم، ان هم اللي عنده غرض، اللي عايز يجي مكانه، اللي بيحاربه، اللي كذا. طب تقييم، ناخد التقييم من مين؟ ناخد التقييم من مين؟ مش هتلاقي حد، تلاقي كل الناس هو بيشكك فيه، وهو ادى نفسه 8 من 10، وادى نفسه ان دي افضل فتره، واسال اي حد هتلاقيه بيطار التحكيم. ما هو الحد ده مين؟ اتحاد الكره ده مشاك، ادي الجهه المسؤوله عنك. اتحاد الكرة هو اللي انت استقلت نتيجة وقتها الأزمة اللي كانت حاصلة. الخبراء التحكيميين كان ده رأيهم فيك. طب اللي هو اسأله أي حد أقول لك تطوير التحكيم، اللي هو الحد ده مين؟ كابتن عصام نفسه. لا لا، أحد الأندية. لا ده دي الإجابة. ده شهادة والله يا أسامة، دي الإجابة، دي شهادة واضحة. ده الدوري بيتحقق مع كابتن بس عصام بس كده. ما دون ذلك هتلاقي كل الناس كان عندها مشكلة مع فترة إدارة كابتن عصام عبد الفتاح للتحكيم. وأخيرا وقبل ما نختم معاكم، عايز اقول ان اختلفنا مع بريرا، اختلفنا مع كلاتنبرج، ولكن ما ينفعش تغير 2 خبراء تحكيم اجانب في اقل من سنه وتجيب حد تاني. ده كده انت بتقول ان المنظومه دي داخليا في التحكيم المصري مش عايزه حد ينجح، وفي ناس عامله شله وعامله لوبي جوه وعندها اهداف ان يجي ناس معينين هم اللي يكونوا موجودين، ومفيش اي تطوير للتحكيم، خصوصا مع خروج تصريحات ان بريرا عايز يصنف الحكام لفئات وعنده شغل معين عايز يعمله. ندي الفرصه ونشوف التحكيم بجد بيتطور. واكيد دايما معاكم في الاهلي خط احمر وحلقات جديده، ونشوفكم على خير.